السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الأهلي، اليوم الثاني في الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري المصري 2018-2019. أقيمت ثلاث لقاءات النهاردة، أولها كان لقاء حرس الحدود والداخلية، ومع أن لا يلدغ المؤمن من جحر المرتين، اتلغى حرس الحدود أو اتلدغ حرس الحدود من نفس السم أو نفس الكاس اللي الإنتاج الحربي أحرز فيه هدف في الدقيقة 91 في الدور الأول أو الأسبوع الأول. النهاردة كمان الداخلية بيعمل نفس الشيء مع حرس الحدود وبيفوز عليه في الثانية الأخيرة أو في الدقيقة 94 عن طريق حسام باولو، بعد ما كان تقدم حرس الحدود عن طريق مصطفى جمال من ركلة الجزاء، وهو الهدف الثاني بالنسبة لمصطفى جمال، وكان تعادل عبد الله جمعة للداخلية، وبعديها أضاف حسام باولو هداف الدوري موسمين قبل كده، طبعا مش السنة اللي فاتت، الهدف الثاني في الدقيقة 95. الاسماعيلي بيتعادل مع بتروجيت 0-0 على استاد اسماعيليه، ويبدو ان بتروجيت بتعمل كل حاجه في الكره الا احراز الاهداف. النهارده سلسله من الفرص الضائعه، نفس السيناريو بتاع مباراه الزمالك مع بتروجيت. النهارده بيقرروا طارق يحيى ولاعبي بتروجيت مع الاسماعيلي سلسله من الفرص الضائعه. اخر اللقاءات مش عايز اقول مفاجاه، لان هي كانت بوادر اداء متميز جدا 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 لأولاد هشام زكريا المدير الفني للجونة أمام المصري. النهاردة بيستكمل المشوار والأداء أمام وادي دجلة اللي هو كان مدربه السابق قبل مثلا عامين أو موسمين من دلوقتي، بيفوز على وادي دجلة على استاد الكلية الحربية، ودي أبسط حاجة وأكتر حاجة أسعدتني شخصيا إن رجوع ملعب بقيمة وحجم ومكانة استاد الكلية الحربية. ثلاث أهداف لهدف عن طريق إسلام رشدي ومحمود الشبراوي، ومحمود الشبراوي كمان يعني هدفين، وواحد من اللعيبة اللي تذكروا أسماءها أو تذكروا موهبتها جاي من القناة لنادي الجونة، واحد من اللعيبة المميزين جدا جدا واللي ممكن يبقى له دور كبير جدا 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 في الفترة اللي جاية من حيث الشهرة والمكانة، وكان أسامة العزب أحرز هدف وادي دجلة. نرحب بضيوفنا النهارده واللي هيكون موجودين معانا في ملعب الاهلي لاول مره معايا انا شخصيا على المستوى الشخصي، واحد من اعز الناس بالنسبه لي، وواحد من الناس القيمه كبيره جدا والمثل في كل شيء، واحد من الناس من الجيل اللي انت بتعتز جدا جدا ان انت تعاشره او تتعامل معاه، كابتن عادل طيب مشرفنا. كابتن سيد الف مبروك المنصب الجميل، وفي كل منصب انت بتتولاه دايما بتبهرنا بنجاحك وبادائك. ربنا يخليك يا كابتن. حبيبي ترافولتا الكره المصريه، واحد من النجوم اللي بتلعب على الخطوط كده زي كده، لكن هو كان احرف كتير ويعني واقيم كمان في المكان والقامه. كابتن شريف مساء الفل. يا كابتن سيد احنا الحقيقه هكمل لكابتن عادل من ورنا النهارده، الله يخليك، ومشكورك على الدعوه اللطيفه دي. انت دايما بتنور اي حد تقول فيه. ربنا يخليك كابتن شريف عبد المنعم. ثلاثي بقى ملعب الاهلي اللي موجود النهارده، وواحد من الناس برضو العمالقه في المكان ده اللي له فكر معين وشخصيه معينه، ودايما بيمتاز بالفكر الحقيقي او الفكر المنطقي المناسب للحدث والمرحله، ما بتقوش بيفت كتير لا في الكلام ولا في الفكر ولا في اي حاجه. طبعا كابتن ماهر همام مساء الفل. يا كابتن سيد اهلا بيك، وحمد لله على السلامه في بيتك، طبعا منور ومبروك البرنامج. وطبعا النهارده بنحيي كابتن عادل، بقالنا فتره ما شفناهوش اكتر من يمكن 7-8 اشهر، فغيبه جمعناكم كلكم، غيبه كبيره. كابتن شريف طبعا حبيب عمري يعني، انت كابتننا وكابتن مصر كلها كابتن ماهر، اهلا وسهلا بيك يعني. طيب قبل ما نتكلم على الثلاث مباريات اللي اقيموا النهارده ونستعرض نتائجهم ورايكم طبعا كابتننا الكبار فيهم، والجزء الثاني النهارده من الحلقه هيكون معايا كابتن سمير عثمان حكمنا طبعا الدولي، هنتكلم بعض الحاجات او نستعرض بعض الحالات التحكيميه اللي ممكن يكون كان فيها جدل في الاسبوع الاول وبوادر الاسبوع الثاني، هنتكلم في حاجات كتير تخص الامور التحكيميه على كابتن سمير عثمان في الجزء الثاني. وبرضه قبل ما نستعرض الاسبوع الثاني وبدايته واليوم الثاني في الاسبوع الثاني، خلينا نتكلم في موضوع مهم جدا وناخد راي كابتن الكبار فيه. النهارده كان في اجتماع في منتهى الاهميه، اتمنى ان هو ما يكونش واحد من سلسله اجتماعات حصلت قبل كده بقالنا حوالي اكتر من سنه ونص او سنتين فيها، لكن النهارده شهد اجتماع يعني كبير جدا 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 برئاسة أو دعا لي وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي، وحضروا كل رؤساء الأندية أو معظم رؤساء الأندية، حضروا كمان ممثلين من الجهات الأمنية عشان عودة الجماهير. هنستعرض إيه اللي حصل وإيه الكلام اللي اتقال ومين قدم اقتراحات، ونشوف رأي كابتننا الكبار فيه، كابتن عادل، كابتن شريف، كابتن ماهر همام. النهاردة كان في اجتماع مهم جدا، أتمنى أنه ما يكونش
يعني تكمله للاجتماعات السابقه، حضروا كابتن محمود الخطيب، حضروا معظم رؤساء الانديه في الدوري الممتاز. كابتن خطيب كان له كلام النهارده مهم قوي لابد ان هو يتحط في الحسبان. قال ان مش ممكن ابدا بلد بقيمه وحجم مصر يعني يغيب عنها الجمهور في عدد سنين ما بقاش قليل، رغم انها مرت بظروف مشابهه لبعض الدول، مثلا على سبيل المثال كان في تونس مثلا يعني، والامر بقى تدريجي، وان لابد ان يكون في اللي في الاجتماع ده مواعيد محدده وقاطعه لتحديد الوقت المناسب اللي يخش فيه الجماهير او تحضر فيه المباريات يعني، وان لازم تليق باسم مصر او يليق باسم مصر، ما يكونش ابدا ما فيهاش جمهور لحد دلوقتي. طبعا احنا شايفين على الصوره، طبعا حضروا رئيس اتحاد الكره كابتن المهندس هنا بوريده، وكان من شويه الاستاذ محمد مصالحي طبعا المدير التنفيذي لاتحاد الكره ثروت سويلم او العميد ثروت سويلم. كابتن خطيب كمان تطرق لضروره التيسير على الجمهور من حيث دخول الملاعب، الجماهير تلاقي معامله تليق بمكانه الجمهور واسم مصر كمان، عدم التكدس والمضايقات من خلال وجود بوابات كتيره، ما تبقاش بوابه واحده، في الماضي كانت الدنيا بتبقى ماشيه بشكل كبير. قدم اقتراحات كمان، قال ان يبقى في مثلا ان يبقى سعه الاستاد مثلا 15% من سعه الاستاد يحضر الجمهور بحد اقصى 5000 واحد، وبعد التسع اسابيع الاولى يبقى في زياده ل 25% من سعه الاستاد بحد اقصى 10000، ثم تزيد النسبه تدريجيا من 30 ل 40% ابتداء من الدور الثاني، وحدد ان يبقى في يوم 1/9 اول الخطوات ديت. قال كمان ان لابد ان يبقى في تخصيص نسبه تذاكر فئويه لا تتجاوز 10% من الحضور، وتكون في اماكن لذوي الاحتياجات الخاصه والعائلات. قال كل ده في حاجات مهمه جدا في اقتراحها كابتن محمود الخطيب النهارده. قال ان ما ينفعش ابدا يبقى الجماهير من جهه واحده او من فصيل واحد، الجماهير للجماهير مع وجود ال 10% اللي هو اشار ليها. قال ان يبقى في حق دخول الاستاد لحاملي التذاكر فقط بشرط تسجيل بياناتهم بالنادي، استخدام الاستادات الجاهزه حاليا لاستقبال الجماهير مع المطالبه بترقيم المقاعد، دي مهمه جدا ان يبقى كل واحد عارف مكانه. قال شدد كمان على العداله التحكيميه اللي هي بدورها بتاثر على الحضور الجماهيري اكيد، مع مطالبه اللعيبه والاجهزه الفنيه بالانضباط داخل وخارج الملعب، تنظيم الادوار بين كافه الجهات المعنيه بالتامين من رجال افراد الشرطه وشركات الامن الخاصه وامن النادي المضيف للقاء، بالاضافه لتوفير اجهزه الاتصال وخدمات الطوارئ والاسعاف. كل دي وجود كمان لائحه مسؤوله عن العقوبات من خلال اتحاد الكره في حاله المخالفات او الشغب. ده معظم النقاط اللي اشار ليها كابتن محمود الخطيب. حابب اسمع تعقيب حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. صح الكابتن محمود تفضل بيه، هو عارف الظروف الموجوده في البلد، وبالتالي بيخلي الجماهير تخش بنسب معينه بحيث ان التجربه تعدي. انت حضرتك حضرت في السوبر في الامارات؟ طبعا. الجماهير العدد الموجود طبعا، كل ما هناك ان احنا كدوله وزير الشباب والرياضه يبقى في ترقيم للكراسي، يبقى في بوابات للدخول، يبقى في ورا التذكره العقوبات اللي مفروضه على اللي ممكن يسيء للعبه، كل الحاجات دي اللي هي موجوده في الامارات احنا مفروض ان احنا نعملها، فيبقى الكاميرات دي موجوده، البوابات دي تبقى موجوده، واي عدد يخش وبعدين اللي بيغلط الكاميرا بتجيبه ما يخشش الملاعب تاني، مش هنسجنه ولا حاجه، ما يخشش الملاعب تاني لمدة 10 سنين 20 سنة، وخلاص كل واحد بيحب الرياضة ديت وهو داخل عارف المردود بتاعها. الحاجة التانية ما يبقاش في أمن حوالين الملعب، لأن ده منظر بيسيء لنا كشعب. مفروض يبقى في شركة زي ما أنت حضرتك بتشوف والكباتن بيشوفوا، بيبقى الراجل لابس في جاكيت أصفر كده ولا برتقاني، بيبقى حوالين الملعب ومدي وشه للجماهير، والأمن بيبقى بيأمن المدرجات أو الملعب، بيبقى من الخارج خالص بحيث انه يبقى في احترام للجماهير. احنا شفنا كاس العالم، وكنت اتمنى ان احنا واحنا بنبدا الدوري يبقى كل الناس بتستفيد من عمليه الدخول وعمليه الخروج وبعدين حتى التحكيم وكل ما هو الكابتن الخطيب بينادي بيه الموضوع الفار ده، يعني موضوع ده بيرفع اي حرج عن الحكام ان هناك لعبه فيها ممكن تعمل شغب في الملاعب او تعمل سوء تقدير، تاخد حقك.
فانا يعني بستغرب جدا انه ممكن جدا رئيس لجنه الحكام بيقول ان العمليه دي مش مشوقه بالنسبه للجمهور. بص خلينا اكون معاك واضح، يعني هو هيقول لك مش مشوقه عشان التكلفه مش هيقدروا يعملها في كل الاستادات، فيقول لك يعني يستبعد الموضوع على الكوره، فيقول لك دي مش مشوقه وبتقتل متعه الكوره. هي طبعا الاقتراحات اللي رئيس النادي كابتن الخطيب عاملها اعتقد انها منطقيه جدا وطلبات واضحة جدا لجماهير النادي الأهلي وجماهير مصر كلها. طيب كابتن خطيب أشار إن الموضوع لازم يبقى موجود دلوقتي محدد وقاطع، ياخد مواعيد يعني باينة وواضحة للناس، ما يبقاش الاجتماع ده سلسلة من الاجتماعات اللي حصلت قبل كده في الماضي، بقى لنا سنة سنة ونص قعدنا كتير على فكرة. يعني أندية قعدت وبرضه كان في وجود وزير الرياضة السابق مهندس خالد عبد العزيز، وما فيش خطوة إيجابية حصلت، يعني ما فيش أي خطوة لقدام حصلت. كابتن شريف كان في نقاط بيستوفوا فيها اللي هي الشكل بتاع دائرة الملعب وخاصة استاد القاهرة، لأن احنا كنا بنواكب أيام أحداث إن احنا بنصفي في أفريقيا بطولة أفريقيا وبنصفي كأس العالم، وكانوا عايزين الشكل الأمني زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي، وكابتن عادل استوفى كل النقاط مع كابتن محمود الخطيب اللي عرضها. فهم دلوقتي كانوا عايزين ان نحدد مين المسؤول عن الحكايه اللي بتحصل الخروج عن النص. الشكل الجماهيري اللي احنا شفناه ده والطمع اللي كابتن عادل عايزه انه ما يبقاش فيه واحد بس عسكري، واحد زي انجلترا كده موجود في الملعب، هو شكل حضاري جدا، انما احنا هناخد كل حاجه يعني بالتدريب وبالتوعيه. حلو قوي اللي انت قلته على اللي هو خلف التذكره بتاعته، وان هو معاه بطاقه كمان عارفين مين اللي داخل ومين اللي حائز على التذكره دي، والاعداد اللي هي احنا بقى بنسمع يعني اتفضل. اقطعك وهرجع لك بالتاكيد لان انا معايا تليفون مهم جدا، معايا على التليفون المسابقات. مساء الخير يا حاج عامر. الخير يا كابتن سيد، ازي حضرتك؟ تحياتي ليك وكابتن عادل طعيمه، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ماهر همام. تحياتي للنجوم اللي معاك دول. طيب الحمد لله. كابتن شريف وكابتن ماهر. بص عايزين جماهير، لكن انت بتبقى رؤيتك اوضح شويه، بيبقى عندك ناس او عندك انت اللي ايدك في الميه او ايدك في النار زي ما بيقولوا، مش احنا اللي ايدينا في الميه. قول لي اخر تصوراتك وارائك، ومن خلال المطبخ اللي انت فيه تقدر تقول لنا ممكن الجماهير تكون موجوده في الاستادات امتى يا حاج عادل؟ والله يمكن يا كابتن سيد حضرتك عارف ان انا من موضوع الجمهور دوت ما بحبش اتدخل فيه خالص، ولا اوعد ولا عمري طلعت اتكلمت، لان انا عارف ان الموضوع امني اولا واخيرا. طبعا الامن هو اللي هيدخل وهو اللي هيمنع وهو اللي مانع دخول الجمهور. فبالتالي كل التوصيات اللي بتتعمل والاجتماعات اللي بتتعمل، يمكن كان عندي امل النهارده ان تبقى الاجتماع ده فيه قرارات، انما برضه طلعت توصيات لازم هترجع للداخليه تاني عشان يحدد العدد. هل العدد ده هيوافق عليه اللي هو حددوه النهارده 5000؟ هل صاحب الملعب ولا الجمهور الناديين؟ يعني دي كل امور راجعه اولا واخيرا للامن. وحته تاجيل لغايه 1/9 دي برضه ما اعرفش ايه السبب. انما في جميع الاحوال احنا بنستنى قرار الامن النهائي، ويمكن انا لما الامن ما ادانيش اي تعليمات وحددت 15 واحد من اعضاء مجلس الاداره والادارات التنفيذيه. الناس طلعت هجمتني كتير ان انا قلت 15، وواحد كتب 15 مشجع، في حاجه اسمها 15 مشجع؟ يعني امور غريبه جدا. فلازم نعرف ان او الناس تعرف ان انا رئيس لجنه مسابقات مش وزير داخليه، والقرار مش بايدينا ولا بايد اتحاد الكوره، القرار امني بحت. حتى النهارده يمكن مباراه الاهلي بكره او المصري والاهلي بكره، الامن في اسكندريه كلمني والنادي الاهلي كان عايز يدخل 10 زياده منظمين، والامن رفض وقال ان الالتزام، لان امن اسكندريه بيلتزم الحقيقه بكل التعليمات اللي بتجيله من وزاره الداخليه، وبيبقوا مشددين قوي في اسكندريه، هم ال 15 وال 15، وصاحب المباراه بياخد 25 منظم بس اللي بيخشوا المنظمين. ده دليل ان الامن هو اولا واخيرا. نشوف بعد مديريات الامن بتسهل شويه. بس انا اقطعك في دي حاجه عامل، يمكن النهارده الاجتماع مختلف شويه، الاجتماع كان فيه كل رؤساء الانديه، يعني شاهد مش عايز اقول جديه اكتر من السابق يعني او الاجتماعات السابقه. اعتقد ان المره دي كانت الامر فيه يعني اهتمام شديد جدا
واعتقد كمان حتى على المستوى الاعلى في الدوله كلهم مهتمين جدا برجوع الجماهير. كون ان يبقى فيه في اول سبتمبر 5000 3000 4000 اي رقم انا مش هعترض عليه، على بالعكس كمان يعني ناخد الخطوه الاولى وناخد الخطوه بشكل ايه ده اول إيجابي. سبتمبر قال لك دي توصيه محددوا ميعاد مبدئي في موافقه الامن، ده مش قرار. ما انا لو قرار خلاص هنقول لك ده قرار من اول الشهر، مفيش مشكله. اي ما هو الطبيعي جدا ان يبقى في اجتماع النهارده لسه هتروح. انا عندك انا معاك يعني طبيعي جدا ان يبقى في اجتماع الرؤساء الانديه النهارده وبعدين هترفع الحاجات ديت او التوصيات دي كلها للجهات الامنيه، وضع طبيعي جدا. دخولهم ايه؟ آلية الدخول ايه كمان؟ دي الاهم. هل في تذاكر؟ هل في كارنيهات؟ هل في اجهات؟ هل في زي ما سمعنا الطلبه من الكليات؟ هل هو جمهور النادي هو اللي بيجيبه؟ يعني كل الامور ديت لسه مش واضحه. في الاخر برضه في اخر التوصيات اللي طلعت النهارده اتحاد الكره ينسق مع وزاره الداخليه على الاليات دي كلها. فنتمنى ان شاء الله ان يعني ايه، اصل انا ما بحبش ان احنا نقعد نعشم الناس زي ما احنا قبل بدايه الدوري ان احنا 20% من سعه المدرج وعملنا ورشه عمل وبعد كده لما انا حددت 15 استنيت قبل الدوري 48 ساعه وما جاليش اي تعليمات باي عدد ولا 100 ولا 50 ولا اي حاجه، وقلت مجالس الادارات فقط لغايه ما تجيلي التعليمات الامنيه، وكتبت كده في الشروط لغايه ما تجيلي التعليمات الامنيه عشان الناس تفهم ان ده مش قراري وده مش مشجعين واحنا منتظرين التعليمات الامنيه. فانا مش عايز اعشم الناس وبعد كده الناس بتصطدم، ولما الناس بتصطدم ما قدمهاش للجنه المسابقات واتحاد الكوره، هو الموضوع امني بحت. وانت شلت تصريح يعني لازم فيك لحد دلوقتي. تصريح انا ماليش فيه خالص. يعني انا طالع اتعشمت الناس وعامل ورش عمل. شلت تصريح انت مالكش فيه خالص، انت مالكش فيه خالص التصريح ده. طلعوا في التلفزيونات والقنوات الفضائيه اتكلموا واشتهروا وفي الاخر انا عايز متعطل الشروط معطلها لغايه قبل الدوري 48 ساعه عشان يدوني قرار. هم انا مطلع قرار عشان الدنيا تمشي، مشيت على المضمون اللي هي مجالس الادارات ولو رحت انا شايلها واللي عشموا الناس اختفوا. محدش طلع يرد حتى. طيب انا حضرتك اتفضل. استنى ان الموضوع امني بحت. انا معاك طبعا، انا معاك طبعا، بس انا بقول لك المره دي يعني هيبقى بيني وبينك مكالمه ان شاء الرحمن، ان شاء الله باذن الله الموضوع المره دي هيبقى احسن كتير، هتبقى الموضوع استجابته هتبقى اسرع من اللي فات. انا عارف ان النهارده توصيات هترجع للجهات الامنيه هتشوف الوضع ايه، لكن برضو في رغبه شديده جدا 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 من كل الجهات الامنيه وكل الجهات المعنيه ان يبقى في عوده للجماهير باسم ومكانه مصر. لا يليق ابدا زي ما قال الكابتن محمود وقال معظم رؤساء الانديه النهارده، يعني لا يليق ابدا باسم مصر ان يكون المدرجات فارغه خالص، وخصوصا ان احنا خدنا التجربه في ظل طبعا الضلمه اللي كنا عايشين فيها من 3-4 سنين، وده طبعا بحال البلد والحمد لله رب العالمين ان احنا خدنا خطوه كبيره جدا وايجابيه جدا جدا في لحد دلوقتي. لكن في النهايه احنا عندنا تجربه سواء كانت على المستوى العربي في البطوله العربيه السنه اللي فاتت او حتى في الادوار الافريقيه، الاستاد كان بيبقى سعته اكتر من 75% موجود في الاستادات والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الدنيا كويسه. لكن يبقى حاجه واحده بس اعتقد ان هي الفيصل، ان اي حد هيخرج عن النص يا كباتن، اي حد هيخرج عن النص لابد يبقى فيه عقاب عليه. يعني كلنا نتمنى يا كابتن سيد، بس هفتكر حضرتك لما قبل مباراه الاهلي الاخيره في افريقيا قالوا الاتحاد الافريقي باع خطاب لازم الملعب يبقى فيه 80% من سعه الاستاد. حصل. ولما طبعا استاد الجيش برج العرب بياخد 80,000 يعني المفروض يبقى فيه 60,000 في الملعب. الامن صمم وانا قاعد مع الامن واسمع الكلام دوت، وانا قاعد مع امن اسكندريه بسمع ان هم مش عايزين يزودوا عن 10,000 اي واحد. فانا بتكلم ان ما حدش يطلع يقول اي حاجه الا لما يكون في حاجه في ايده عشان ما يقعدش يعشم الناس بحاجات. هو عشان انت ما تشيلهاش. ما انا لقيت يعني هجوم غير عادي، عايز اعرف السبب ايه لا انا عارف السبب وانت عارف السبب. انا عارف وزير الداخليه، يمكن انا بقيت وزير الداخليه وانا ما اعرفش، فانا عمال لا انا عارف السبب، انا عارف السبب وانت عارف السبب. تقول لي البطوله العربيه الاهلي ما عنده مواجهه مع النجم اللبناني، يعني البطوله العربيه انا عارف ان انت كمان يعني اللي عندك اتصالاتك بالقائمين، يعني يمكن الاتحاد الافريقي الامر الوضع مختلف، لكن في تحدد او ممكن في اتجاه لكم الف متفرج في البطوله العربيه او مباراه البطوله العربيه مع النجم؟ مباراه الاتحاد والترجي يمكن النهارده امبارح عندنا اجتماع مع الامن، والنهارده كان في اجتماع مع اللجنه المنظمه لان نادي الاتحاد برئاسه الكابتن محمد مسلحي فوضني ان انا انظم المباراه ديت. الامن وافق على 7,000 بس في استاد اسكندريه اللي بيشيل 12,000، انا بعتبر الرقم ده طبعا هايل.
طبعا 7000 في الاستاد الاسكندريه طبعا ده داخل على 60% اهو. ومباراه قويه جدا مباراه قويه كمان مع نادي الترجي نادي كبير. انما احنا مباراه الاهلي ومباراه الزمالك احنا بعتنا النهارده للامن عشان يحددوا لنا الساعه والعدد الجمهور اللي هيخش في استاد الجيش ببرج العرب، ونفس الوضع النادي الاسماعيلي المباراه في هيلعب في الاسماعيليه. احنا منسقين وبكره هيجي نادي الترجي هيوصل والمراقب والحكام من السعوديه، يعني كل عناصر اللعبه بكره من منظومه المباراه هتوصل على استاد الجيش وبرج العرب بكره بالنسبه لمباراه الاتحاد والترجي. فانا في تنسيق بينه وبين الاتحاد العربي على طول. طبعا الاتحاد العربي يتمنى طبعا ان الملعب يبقى مليان، لان في جوائز كبيره في البطوله ديت عدت الاتحاد الافريقي وجوائز الاتحاد الافريقي، فبالتالي هم عايزين نجاح للبطوله. والبطوله دي طبعا انا شايفها اقوى بكثير من مباراه البطولات الافريقيه رغم ان هي مش رسميه، انما الفرق المشاركه فيها كابتن سيد لو تشوف تمام، والادوار اللي بعد كده كمان الانديه الادوار اللي بعد كده بعد ما يعدي الدور دوت مش هتلاقي ولا مباراه ضعيفه في الدور اللي بعده، كلها انديه مصنفه افريقيا ووصلت لدوري المجموعات والبطولات الافريقيه انديه كبيره جدا. فهي بطوله طبعا كبيره، والانديه بتاعتنا محتاجه جمهور في المباراه ديت، لان من غير جمهور كبير انا شايف ان الانديه بتاعتنا هتبقى صعب ان هي تكمل فيها، خاصه ان هم هيروحوا الجزائر بجماهيرها وحضرتك عارفها وتونس والمغرب الملاعب على طول مليانه هناك. فبالتالي اتمنى انها تبقى خطوه وفعلا يبقى في على الاقل 70 75% في المباراه اللي جايه ديت بالنسبه لجماهير الانديه في البطوله العربيه والبطولات الافريقيه، لغايه ان شاء الله ما ننتظر البطوله المحليه ياخدوا القرار المناسب امنيا ولمصلحه الجمهور وعلى سلامه الجمهور ان شاء الله. حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، شكرا جزيلا لحضرتك. كابتن شريف هكمل طرح اكثر ناس متضرره من عدم وجود الجماهير هو النادي الاهلي في كل حاجه، اكبر شعبيه طبعا على المستوى المحلي والافريقي والعربي. بص يا كابتن حضرتك، اليات عوده الجماهير دي زي ما انتم اتكلمتوا وتفضلتوا قلتوا امنيه، في حاجات مش مطروحه اعلاميا، يعني احنا لازم الاعلام اولا يعمل حمله توعيه للناس مستمره اذا كانت مسموعه او مرئيه او مشاهده، ولازم يبقى في زي ما النهارده الوزير عمل اجتماع لرؤساء الانديه، لازم كمان الوزير بيقول كده، لازم التوعيه دي كلنا مع بعض، التوعيه دي لازم واعلام من المحطات كلها، من الناس المسؤوله، من الناس المسموعه. في حاجه كمان عايز اضيفها، ان الاولاد اللي هم بتوع الجماهير اللي احنا بنشاور عليهم ان هم الجروبات اللي بيتكلموا عنهم الترس اي حد بقوا اتغيرت الحياه كلها، بقوا عايزين يشركوا نفسهم في الحوار مع الامن ويطمنوا ان الامن مش هيعملهم وحش، ان هم كويسين، ما تطلعوش علينا سمعه ان احنا مصريين، احنا بقى في حته فجوه صغيره كده نفسيه عايزين يعني الحته دي عايزه تتعالج برضو. ان هي الناس دي طالبه ان هي الحاجات دي ان كل الناس نبقى كلنا ايد واحده، بس متهيألي الفتره مش شكل، لا هم عايزين يبعدوا عن ان هم ان احنا نبذنهم شكلا او هم سبب مشاكل. الحته دي برضه يا كابتن سيد نفسيا ممكن تعوضنا كتير قوي من اللي فاتنا، احنا عدينا المسافه دي يا كابتن هديت صح هديت عن الاول بس مطلوبه برضه، يعني مع ضمن التوعيه والحاجات دي كلها ان احنا في حاجات صغيره كده نبص لها بالظبط، يعني مش هجر حاجه مش هجر حضرتك او اي حد بيمثل اللعبه في اي نادي يبقى في وقت من اوقات مجلس الاداره كان حاط كابتن طاهر الشيخ يتكلم مع الجماهير ويقعد يسمع من الناس، مش وحش ان انا النهارده اخصص ناس تقعد تمتص الكلام اللي هو المفروض يوصل وتوصله للامن وتوصله لمجالس الادارات. في حاجات صغيره احنا بتبقى فايتانا احنا، لان احنا مصري وبنتكلم عن مصر الاعلى، لما كنا بنلاقي اي حاجه مكتوبه في بتاع بنجري كلنا نشيلها نقول ممنوع لان ده ما ينفعش. طب ليه يا كابتن سيد وكابتن ماهر وكابتن عادل اي ماتش لمصر الجماهير مفتوحه؟ انا شفت بعيني والبيبان مفتوحه والامن حاسس ان كلنا مصريين ومش هتحصل مشكله، وبيبقوا واقفين حراسه بس لاي حد. حتى لما تعادلنا مع الترجي فاكر الناس مروحه واحنا مروحين عارفين احنا هنكسب الترجي هناك والجماهير كلها كده زعلانه، انما ايه ارتضوا يا كابتن ولا ما ارتضوش؟ ارتضوا طبعا، انت لعبت كويس في الملعب وحظك كان غير موفق. الحكايه مش شغب بقى، ما كنتش له دعوه بالملعب فتره، يعني خلي بالك ما انت طول عمرك ايام حضرتك وايام كابتن ماهر وايام كابتن عادل وايامي
الاستاد بيبقى مقفول 90% طبعا 90% مش في اي مشكله واحده مش 70 مش اي مشكله واحده آه. يمكن بس في فتره من الفترات كان في شوط حاجات كده يعني اعتقد انها خلاص انتهت هديت. فضل هو يعني اخر عشان ما اطولش عليك اخر حاجه احنا كنا ملتصقين بحكايه ان احنا نروح كاس عالم وكان في حاجه جميله جدا احنا لعبنا فاينل افريقيا الناس طيبه جدا والناس بتحب كده بس شكل التوعيه اللي قاله الكابتن عادل بيقول التذكره ماليه وما عليا مكتوب ورا انت بتحترمه كده بتوصل له رساله انا بحترمك فانت احترمني واحترم مكانك لان دي بلدك هي الحاجات الصغيره دي البسيطه لو وصلت اعتقد للجماهير كلها اعتقد ان اولادنا واولاد مصر كلهم اولى بانهم يرجعوا للملعب تاني كابتن ماهر همام لابد ان نبني على شيء ما يعني احنا خلاص وصلنا لاعلى حاجه كاس العالم مهم جدا ان احنا نبني على كده بالظبط كان في اقتراحات من ضمن الاقتراحات مثلا اللي اتقالت او اللي كانت بتنادى او ينادي باقتراح معين ان يبقى في جماهير من فئه معينه طلاب الجامعه مثلا يعني الجمعيه العموميه مثلا في وقت الجهات معنيه مثلا او جهات محدده في وقت تاني كابتن خطيب رفض الكلام ده واستبعد الفكره ديت وقال لك الجماهير هي الجماهير بالظبط كل الفئات وكل المراحل او كل المراحل العمريه وكل الفئات اسمها جماهير يعني ممكن حضرتك تبقى قاعد جنب واحد مثلا يعني في شغلانه تانية خالص مختلف تانية خالص يعني باتجاه تاني خالص بس انت في الاخر تجمعكم حب ناديك او حب الفانيلا اللي انت رايح تشجعها انا مع كابتن محمود الخطيب في الجزئيه ديت ان هي الجماهير اللي احنا بنشوفها اللي احنا تعودنا عليها الراجل بيجي باسرته بزوجته باولاده اللي احنا بنشوفها حتى في مباراتنا الدوليه بالذات ده اللي احنا عايزين نرجع للملعب تاني يا كابتن سيد احنا زي ما انت قلت ان احنا خدنا فتره فعلا كان فيها هرج ومرج وكان فيها عدم نظام ومحدش عارف اوله من اخره لكن الامور بدات تهدى بعد طبعا وصلنا كاس العالم وصلنا كاس الامم الافريقيه بدا الجمهور يستوعب وبقى عندنا ثقافه الجمهور بقى عنده ثقافه كبيره جدا لدرجه يا كابتن سيد لما جمهور النادي الاهلي بيبدا يحس فيه خطوره على فرقته خطوره على ناديه بيبدا يزحف واحنا شفنا مرات في مباراه الترجي يمكن اكتر من 20 30 الف متفرج كابتن عادل بدون حرس وبدون حد بينظمهم هم جم ودخلوا النادي الاهلي بنظام وشجعوا الفرقه وحمسوها وادوها الروح المعنويه العاليه جدا وخرجوا بعد التمرين منظمين ومشوا وما حصلش اي حاجه فانا عايز اقول لك ان ده في صوره وحشانه يعني معلش يا جمهور النادي الاهلي يا كابتن سيد انا اسف بس الصوره دي وحشانه يمكن جداً. في بعض الحاجات جداً. اللي بتحصل شويه داخل يعني بتضايقك سنه او بتبقى خايف من ردود اللي بعد كده او تبعيات الحاجه ديت لكن في النهايه الصوره دي وحشانه يا كابتن شريف كابتن عادل جدا بتكلم على اساس الكوره النماذج اللي قاعدين عليها دلوقتي يا كابتن سيد اهي باينه على الشاشه محتاجين الراجل وابنه والاسره يا كابتن وزوجته كارنفال يا كابتن عادل بتحس كده بالروح الفانيلا الحمراء بالروح الاسره المصريه عايز اقول لك يا كابتن سيد لو احنا رجعنا كده للماضي شويه هنلاقي السوبر يا كابتن عادل اللي اتعمل في الامارات بين الاهلي والزمالك ممتع. اكبر نموذج للجمهورين حتى جمهور الاهلي والزمالك في تواجدهم في دخولهم في تمركزهم في هتافاتهم في شكلهم ايه ده بقى دول مصريين غير المصريين احنا بنشوفهم يا كابتن عادل لا هم ده جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك اللي احنا نتمنى وانا عايز احيي طبعا المنظومه الرياضيه كلها ان هي اجتمعت وزير الشباب والرياضه مع اتحاد الكوره مع رؤساء الانديه مع النجوم الكبار على اساس ان عندنا جرأه رجوع بقى الجماهير اللي احنا وحشنا الملاعب من غير الجماهير يا كابتن سيد احنا حاسين ان اللعيبه عيني ناقصاها جمهورها اللي بيشجعها اللي بيحييها اللي بيخليها وانت بتاخد منينك منين تطلع اللي عندها بشكل جيد عايز اقول لك يا كابتن سيد ان النيابه العامه كانت عملت قرارات يا كابتن عادل في الاول الاحداث كان عندها بص اللقطه دي معلش ناس بس ده اسمه اسلام رقم 11 ده اسمه اسلام يعني حاجه ما بيسيبش ماتش حاجه جميله يعني انت بتتكلم حتى يعني طبعا كابتن خطيب برده النهارده طالب ب 10% من ذوي الاحتياجات الخاصه يكونوا موجودين في الاستاد حاجه تفرح يعني. بالكتير لكن انا بتكلم على بص الرغبه قد ايه طبعا ما منعتوش اي حاجه ما بتمنعوش اي ظروف وبرده في الانديه الثانيه كده وبص يا كابتن سيد الطفل كمان الصغير يعني الطفل الصغير بص يعني بيجري بكوره وبيروح بكوره وادي الاسره المصريه الامن والامان زي ما بنتكلم يا جماعه بنبعت رساله حتى رايحين خلال المباريات دي يا جماعه انا عايز اقول بس حاجه معلش الحاجات دي بتغير المود وحياتك طبعا يعني الحاله المزاجيه بتنسينا بتنسينا اي حاجه بتنسيك اي حاجه اي هموم يا كابتن عادل اي مشاكل اي ضغوط اي حاله نفسيه العمر بيجري يعني العمر بيجري
انت بتستنى ده، بتستنى فسحه زي كده تاخد اولادك ومراتك كابتن سيد تعمل يوم جمعه وبخش انا داخل في البيت زي يعني انا داخل والراجل معاه مراته ومراته وثلاثه وبالاعلام واللي راسم على وشه اذا كان مصر او الاهلي او الزمالك او حسب الانتماء بتاعه. انا ببقى داخل باصص كده بروح اتصور معاهم، انا مش بستنى لما يجي يقولوا لي عايزين نتصور معاك، لا لا انا اللي بروح اخد الولاد في حضني كده وبصوا وما تصور لهم، اقول لهم بقى خدي لي سيلفي هنا وما اعرفش يعني بننمي حتى انت عارف يا سيد كمان ان احنا كلنا واحده واحده تروح النادي. الكابتن عادل اللي لاحظتها انا وهو لما رحنا النادي ايام منتخبات كابتن عادل، احنا حسينا بشحنه ناديك اللي انت عشت فيه طول عمرك، تحس كده ان جسمك اشعر وانت داخل النادي. صح كابتن عادل؟ صح. حسينا كده بفرحه، حسينا كده بعيد انت عيد. لدرجه لما رجعت بيتنا او رجعت بيتي زوجتي قالت لي يعني شايفك مبسوط، قلت لها النادي الاهلي مش متعود على كده. لا مش يعني حاسه كده انك انت جاي بفرحه، جاي بسعاده، واخد بالك كابتن سيد؟ فده بينعكس عليك وبينعكس على بيتك وبينعكس على الحاله النفسيه اللي انت بتتكلم عليها. فانت النهارده بتتكلم جد صراحه يعني عارف يا كابتن الكلام الكباتن الكبار بيقولوه ما بينعكسش على الناس اللي بتروح المدرج بس. يعني حتى الاسره اللي بتتفرج من خلال التلفزيون بتلاقي الاسره اللي هي قاعده في البيت شايفه اسره قاعده في المدرج، الام لابسه تيشيرت والطفل لابس تيشيرت. الكره اتعملت للمتعه الجميله اللي غير ما بتديلكش اي سلبيه، تديلك نوع من الايجابيه، تديلك الانتماء، تديلك حب النادي ثم الانتماء للوطن. يعني الانتماء بيبقى درجاته من انتمائك لبيتك لاسرتك للنادي للدوله. الانتماء ده مش هيجي الا لما الاسره المصريه تروح المدرج. انا قلت الكلام ده على فكره من فتره كبيره وقلت حتى نعمل تذكره للاسره، يعني لو تذكره بكذا للفرد كومبو، اعمل تذكره للاسره، تذكره للاسره هتبقى هدخل اربع خمس افراد راجل ومراته مثلا طفلين ولا حاجه بدل ما تبقى ب 50 جنيه. والله ده اقتراح كويس، انا قلت الاقتراح ده من 10 سنين والله العظيم. هو تحديد عمر الطفل من 6 ل 9 مثلا فري. انا تذكرتي ب 25 جنيه، هعمل التذكره للاسره مثلا ب 50 جنيه او ب 60 جنيه، ب 100 جنيه اسره شامله مثلا اهو كده. يبقى انا دخلت بدل ما اروح سينما، بدل ما اروح اعمل مشكله، طب اروح ماتش كوره بشجع فرقتي، وفي نفس الوقت عندنا نوع من الحياه والخيشه شويه. شعبنا شعب عنده حياه، لما يلاقي فيه بيت بنت قاعده وزوجه قاعده وطفل قاعد لا يمكن هيقول لفظ ولا يمكن هيغلط. بالزبط. مع التوعيه من رؤساء الاعلام من رؤساء الانديه، الاعلام كله يبقى واقف، النجوم بتوع الانديه يبقى كلهم واقفين، الاجهزه الفنيه تبقى اول ناس بتنادي بالكلام ده، ما يبقاش في اي غلطه تلاقي المدير الفني جوه الملعب والكلام ده بيزيط الدنيا. فطبعا كل الكلام ده الاسره المصريه بمجرد ما دخلت المدرج ده ما اعتقدش ان يبقى فيه كرسي فاضي، لان كل واحد داخل باسرته عارف الارقام بتاعته اهي، الكاميرا فيه اهي، وبعدين هتلاقي الجمهور هو اللي بيحمي، هتلاقي واحد جنبه بس روح بيقول لفظ بس روح الامان في المكان. وانا كفي التلفزيون هبقى غيران ان هو هناك وانا مش لا، وكمان لو حد غلط انا بص زمان بقى ده ابيض واسود. ده طبعا عبد الحليم حافظ يعني نجوم 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 الفن بقى، دياده سلطان يعني، فريد شوقي وحش الشاشه، اهلاوي كبير طبعا. وخد بالك يا كابتن سيد، يمكن مراد الاهلي والزمالك كانوا نجوم بيحضروا لحد فتره قريبه كابتن عادل، يعني نجوم الفن الاهلي والزمالك كان بيحضروا التدريب وبيحضروا المباريات. يا سيدي في جزء منهم دلوقتي مش في جزء منهم انا بقول لك كابتن سيد، انا ما يعني حضرتك في الاخر وكابتن انور والناس، كان في ماتشات في النادي الاهلي بتتلعب دوري جه ساعات في الاخر كده بلاستيك، الجماهير كانت زادت على الخط، فقعدوا على الخط على الخط، ما شفناش مشكله واحده مشكلة. لا لا الا لما حموكش جاب الجون بس. والله يا كابتن كان في الاستاد، استاد النادي الاهلي كانت الماتشات بتتعمل عليه، الناس بتركب الكوبري تمشي الكوبري الاستاد، الاستاد فيه 15000 مفيش كرسي فاضي، وبعدين الجمهورين قاعدين جنب بعض خروجه بتبقى، وبعدين تبص تلاقي حتى في بتوع الكافيتيريا والحاجات دي ماشيين جوه، لان العائلات موجوده يعمل لك سندوتشات وجاتوهات والحاجات دي، حاجه كانك قاعد في مسرح بالظبط، قاعد في مكان بتسمع بتتفرج على اوبرا، مكان بتتفرج على احترام يا كابتن عادل. نعم والمكان الاحترام وتحس طبعا هم مفيش خروج عن النص، كل واحد عارف ان هو قاعد فين، اكنه قاعد يعني مش في جامع بس، لا هو عارف ان هنا ما ينفعش إن غير ان انا اكون مشاهد جيد واخد الذكرى، انا حضرت الاهلي وبنفيكا وده ينعكس على الشارع على فكره.
هو رايح عشان كده يقول انا كنت بتفرج على رفعت الفناجيلي وكابتن صالح وكابتن طارق سليم الله يرحمهم وكابتن ابو وهاب. انا شفت الماتش ده وفي ناس لحد دلوقتي شافوا الماتش ده وبيجي يحكوه. ما هي دي الذكرى وهي دي المهم. انا حضرت الاهلي ومصر وكونغو فجون بينالتي بتاع محمد صلاح كان ليا الشرف في وسط الجماهير دي كلها. اول ما دخل فينا الجون يا رب لقيت دموع بتنزل. كلنا نسينا بقى كل حاجه. دخل فينا الازمه اتحدنا كلنا. فاحنا بس دي من سمات المصريين برضه. يعني دي هي دي الامور. انا هقول لك على منظر يا كابتن سيد زمان يا كابتن عادل لو بتفتكر مباراه الاهلي والزمالك وحصل لفظ للكابتن حسن شحاته مش كويس. كابتن محمود الخطيب راح مع كابتن حسن شحاته واتفقوا الاثنين لو فضلت الالفاظ دي هتفضل موجوده في المدرج كابتن هنخرج احنا الفرقتين مش هنلعب. فكانت مبادره وراحوا الاثنين الجماهير ورفعوا ايديهم وامتثلت الجماهير. امتثلت الجماهير. زمن جميل بقى. يعني ده كان اكبر دليل يا كابتن ان احنا القياده زي ما تقول كابتن عادل ليها تاثير. النجوم ليهم تاثير عشان كده محمود الخطيب النهارده رئيس النادي الاهلي وكابتن حسن شحاته 2006 2008 2010 من الحاجات اللي انا بقول يعني لن تتحقق لاي مدرب في مصر دي الاخلاق اللي كانت موجوده دي. رموز رموز هنا وهنا لابد ان تحترم وتقيم و يبقى تعامل معاك معاهم وتعامل مع الصغير والكبير وتعامل في الاعلام وتعامل الجماهير. انا عايز اقول حاجه بس يمكن الكباتن تفضلوا قالوا كل حاجه لكن انا يعني من الذاكره اللي مش بعيده شويه يمكن الواحد كان بيبقى فيه خدمه استاد كان اتوبيس كده كان اسمه خدمه استاد في التحرير كان هو ده اللي بتنادي عليه او اشرت ليه كابتن ماهر كابتن محمود الخطيب مع كابتن حسن شحاته مخرجنا جميل بصراحه. بص حضور اتقان عمل حاجه جميله حضور واتقان عمل رافعين على طول داخل الملعب بقى مفيش مشكله. لا خلاص بقى الفرق يعني داخل الملعب بلاي بقى طبعا الشاطر يكسب مفيش مشكله خالص. المنافسه ده عرف العالم وصراحه هياخدوا يروح الاوروبيه يروح لجمهور الزمالك الاوروبيه يعني حاجه. ما هو اللي رايح هنا مين واللي رايح هنا كباتن يا كابتن عندهم فكره طبعا بيتكلم يعني فكر كبير بس الجماهير كان عندها الثقافه دي ثقافة. انها تسمع كمان ايوه برافو عليك وتشجع وتحيي المبادره يا كابتن هي كده طبعا في مبادره من نجمين كبار دي المبادره اللي احنا بنتكلم عنها توعيه للجماهير ننسى ما فاتنا الملعب شكله وحش قوي يا جماعه. طيب عشان اختم الجزئيه ديت في حلقتنا النهارده من الملعب الاهلي زي ما قلت لحضراتكم كل الجهات دلوقتي في الوقت الحالي مهيئة تماما لعودة الجماهير. الناس عندها رغبة من كل المسؤولين في الدولة من المنظومة الرياضية من وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي من رئيس اتحاد الكرة مهندس هاني أبو ريدة الاثنين أشاروا في كلمتهم النهاردة بضرورة عودة الجماهير وبشكل سريع جدا من رؤساء الأندية وكلمة كابتن محمود الخطيب النهاردة والبنود اللي احنا أو آسف النقاط اللي أشار إليها كابتن محمود الخطيب النهاردة. هقول حاجة يمكن زي ما قلت من دقيقتين ثلاثة لكابتننا الكبار الواحد وهو صغير كان في خدمة استاد اتوبيس بيطلع من التحرير مش اتوبيس لغاية العباسية ومن العباسية تانية فانت كأسرة كنت بتبقى مطمن على ابنك عارف كويس قوي هو هيروح فين وهيجي بعد الماتش الساعة كام يعني او هيجي بعد الماتش بقد ايه من خلال الخدمة اللي هي موجودة كانت من 30 سنة في الوقت الحالي اعتقد ان في وسائل مواصلات احدث واحسن وافضل بكتير. احنا كنا لازم نروح الساعة 8 نبقى في بيوتنا. الحاجة الأخيرة عزيزي المشجع حضرتك بتروح الاستاد عشان تساند جمهور او تساند فرقتك او تساند ناديك انا عارف من ده لكن اي خروج عن النص انت مش بتعكنن على نفسك انت بتعكنن على جمهور عريض جدا بالملايين انت ممكن تروح وتخرج مع اصحابك وتنسى اللي انت عملته لكن الناس دي هتتحرم من متعه حقيقيه هي بتعيشها ممكن تكون بتستناها من اسبوع للتاني للتالت للشهر اللي بعده المباريات كده الانديه بتاعتك او النادي بتاعك مستني جمهوره ومحتاج جمهوره وبقول الكلام ده خصيصا لكل جمهور النادي الاهلي تحديدا كل جمهور النادي الاهلي الاهلي في اشد الحاجه لعوده جمهوره فعزيزي المشجع بعد اذن حضرتك انت مش بتضايق نفسك مش عايز اقول بتضر نفسك لان المفروض في الفتره اللي جايه هيبقى في قوانين وقوانين خاصه بالشغب انت مش بتعكنن على حضرتك انت بتعكنن على امه على مجموعه كبيره جدا 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 من اللي موجودين في الاستاد على شعب كامل فاعتقد لابد ان كل واحد يعني يبقى دوره عارفه والاختصاص بتاعه عارفه وما يتعدهوش وما يتجاوزهوش ده الجزء الاول من ملعب الاهلي هنروح لتقرير خاص برؤساء الانديه اللي كانوا موجودين في اجتماع النهارده مع وزير
الرياض دكتور اشرف صبحي ورئيس الاتحاد مهندس هنا بوريده وممثلين من الجهات الامنيه ومعظم ان لم يكن كل رؤساء الانديه. لكن عن المدربين طيب نروح تقرير عن المدربين ونرجع لكم. تسع مباريات هي محصلة الأسبوع الأول كلها على بعض كده جابت 14 هدف، يومين اثنين في الأسبوع الثاني أربع مباريات بس 13 هدف. بدأها الزمالك مع الاتحاد 5-1، النهاردة كمان الداخلية بتفوق على حرس الحدود 2-1، وبتريجيت بيتعادل مع الإسماعيلي 0-0، والجونة مش عايز أقول مفاجأة لكن الأداء كان يعني يوحي بكده حتى في مباراة المصري بيتفوق على وادي دجلة 3-1. يعني النهاردة حوالي 7 أهداف ومبارح أو أول مبارح 6 أهداف، يعني 13 هدف من 4 مباريات، في حين أن الأسبوع الأول كله شهد 14 هدف بس. كابتن عادل هنروح للمباراة اللي الناس كتير قوي النهاردة كانت مستنياها وهبدأ بيها النهاردة على مش بالترتيب مش هاخد بالترتيب اللقاء الإسماعيلي مع بتروجيت. الإسماعيلي جاي من حالة معنوية إلى حد كبير كويسة ومتعادل مع النادي الأهلي في القاهرة، كان متقدم على النادي الأهلي لحد دقيقة 92-93، النهارده بيقابل بتروجيت. لكن اعتقد ان بتروجيت مش عايز اقول فاجئ الجميع لان هو اداؤه في مباراه الزمالك كانت هايله جدا، النهارده كمان اداؤه هايل جدا جدا رغم ان هو في ال 180 دقيقه راح حوالي بتاع 14-15 فرصه بس ما حرص اهداف. بدايه هبدا بالاسماعيلي وهختم ببتروجيت. الاسماعيلي الحقيقه المدير الفني الجزائري خير الدين مضوي عمل تغييرتين، ما ابتداش بمحمود متولي والباك رايت بتاعه. بس عايز اقول التشكيله كده سريعا برضو، عصام الحضري الاسماعيلي ونادي رمضان باك رايت، باهر محمدي وريتشارد وطارق طه، عماد فتحي، حسن عبد ربه، محمد صادق، شكري نجيب، لسعد الجزيري وكريستوفر. كان على دكه البدلاء محمد فوزي، كريم بامبو، محمد الشامي، محمود متولي، وجيه عبد الحكيم، احمد ايمن، وعلاء عبد العظيم. اتفضل. ابتدى الاسماعيلي نوع من البطء في التمرير، اخطاء قاتله في الرقابه، اصفر عن انه ممكن بتروجيت كان ممكن يجيب يمكن اكتر من هدف، هدفين ثلاثه في الشوط الاولاني، تحس ان ما كانش فيه ترابط خالص، ما فيش انسجام بين الخطوط، بعكس نفس الاداء اللي كان في ماتش الاهلي. الحقيقه ماتش الاهلي الكل كان بيقول ان النادي الاهلي ما كانش في مستواه، انا بقول ان الشوط الاولاني الاسماعيلي مع الاهلي كان الاهلي متسيد طول الشوط الاولاني باستثناء يمكن كره واحده راحوا بيها للنادي الاهلي. الشوط الثاني يمكن حصل فيه استحواذ شويه بعد الهدف، لكن مسلسل الاسماعيلي واداؤه الغير مقنع لازال مستمر. ده مش الاسماعيلي اللي احنا بنتطلع لاداؤه، ما فيش الكره الاسماعيليه اللي احنا كلنا بنعشقها وبنحبها، ما فيش اي تشكيل هجومي بارز الشوط الاولاني. الشوط الثاني يمكن حصل فيه نوع من الايجابيه شويه بعد التغييرات، نزل بامبو ونزل محمود متولي في الدقائق الاخرانيه، محمد الشامي نزل محمد الشامي برضه نزل ابتدى يعمل نوع من انواع التسديد. بيقابله يحيى طارق يحيى. طارق يحيى عمل تجربه اكثر من رائعه، جاب يمكن اكثر من 9 لاعبين من الممتاز به حدش عارفهم، مع رؤوف تقريبا ده راجل قديم، مع عنصر اخر احمد العجوز، الباقي كله جديد ما حدش عارفه. بس في الولاد دول روح من الثقه ومن اللعب بتشكيل ثابت ومنظم ولياقه بدنيه الى حد كبير تفاجئ اي حد انك انت في بدايه الموسم تبقى بهذا الاداء من الفيتنس البدني بتاعك. الشوط الاولاني سيطره شبه كامله وخطوره، الحضري بيطلع الباك ليفت، بيطلع طه، بيطلع جول من جوه 18، انفرادات رؤوف اكتر من كوره، ليكلي انفراد ورؤوف اكتر من كوره. الحاجه الثانيه هو بيلعب برؤوف لان رؤوف محطه، مش محطه بس، مشاغب لدرجه راس الحربه اللي هو بيوجع. الكرات العاليه كلها واخدها وكلها محضرها لزمايله، وبعدين بيتحرك على الدايره كويس قوي، واي كره بتتلعب له بتشكل خطوره. بيلعب بتحتيه
بلاعب السنة دي أنا شايفه يعني زولا بيكلي لعب كويس. بيكلي السنة دي غير السنتين اللي فاتوا كابتن الفرقة كمان بيلعبه تحت رؤوف ومديله حرية حركة تحرف كل حتة بيروح يمين وشمال ويشق أكتر من هجمة بتبص فيها هو ورؤوف رايحين وفاهمين مع بعض يلعبها له بالعرض أكتر من كرة انفراد لرؤوف وللأسف يعني رؤوف ما بيستغلهاش الاستغلال الجيد. العجوز كمان أداؤه أكتر من رائع الماتشين اللي فاتوا ماتش الزمالك والماتش النهاردة. خط الظهر كلهم ناس جداد ودي تجربة لازم نحيي طارق يحيى عليها وبتروجيت عليها إن الولاد كلهم مغمورين بتحط معهم اتنين نجوم. طبعا بيكلي يعني نعتبره برضه من الناس القدام يعني إنما التشكيل الأساسي كلهم ولاد صغيرين. الشوط الثاني الحقيقة تحس إنه الماتش اتخطف من الإسماعيلي ابتدى يعمل تغييرات كان مفروض أصلا يبتدي بيها فابتدى الأداء يتحسن شوية ابتدى يبقى فيه ضغط في آخر 10 دقائق لكن في الحدود الممكنة بعتقد إنه بتروجيت النتيجة كانت عادلة مع ضياع فرص من هنا ومن هنا. طيب رغم ان بتروجيت متسيد سواء كان في مباراه الزمالك او مباراه الاسماعيلي وهو الاقصر وهو الاخطر وكل حاجه لكن تبقى عنده مشكله عدم احراز الاهداف. أيوة. مع في ظل وجود احمد رؤوف واحد من الهدافين الكبار كمان مش أيوة. الصغيرين لكن عنده مشكله في احراز الاهداف يمكن مرجوعها لقله الخبره اللي موجوده شويه مع ان العناصر مميزه جدا لكن طارق يحيى مقدم مباراتين جامدين جدا. الهدف هتيجي بعدين هتيجي خصوصا ما بيلعبش هو لاعب فرقتين كبار خلي بالك برضه لاعب الزمالك والاسماعيلي ورايح المصري اوكي. على العموم بتروجيت كان الاحق في فوز النهارده. عدد من الفرص السهله جدا انا شايفها انها من الفرص مش محاوله فرص لا دي فرص حقيقيه لفرقه بتروجيت تكرار لسيناريو مباراه الزمالك. التعادل السلبي هو انتهت به اللقاء ويبقى بتروجيت في عقم تهديفي لحد دلوقتي من خلال 180 دقيقه قدام الزمالك وقدام الاسماعيلي. كابتن ماهر مباراة أقيمة النهاردة يعني الساعة 4 أو 5 إلا ربع مباراة حرس الحدود مع الداخلية. تقدم الحرس في البداية عن طريق مصطفى جمال بركلة جزاء وتعادل عبد الله جمعة ثم أضاف الهداف القدير طبعا في الدوري المصري حسام باول. اتلدغ حرس الحدود من نفس السم أو نفس الكاس شرب منه مرة تانية بعد ما شربه في الأول في مع الإنتاج الحربي بالظبط. بص يا كابتن سيد النهارده كانت تقول لها تشكيله سريعه طيب نقول التشكيله كده يعني التشكيله الداخليه محمد صبحي اتفضل لحراسه المرمى محمود شديد يناوي باك ليفت احمد بحبح في قلب الدفاع احمد صابر قلب الدفاع ابراهيم ابو لزيد باك رايد ايمانويل نص الملعب بسام ماهر اسلام جابر على الطرف الشمال سادو رقم 8 مصطفى عز الدين 18 حسين رجب راس حربة حرس الحدود احمد مفهر. السعداني عبد الله جمعه محمد الشيشيني محمد عبد الفتاح الشبيني الشبيني اتفضل الاوغندي ايساك مولومي مولومي مصطفى جمال على الدايره ابراهيم عبد الخالق احمد فتحي حمزه احمد تمساح احمد عبد الزار امام عاشور راس الحربه. ديربي النهارده كابتن سيد بين الشرطه والجيش فرقتين النهارده الحاجة الجميلة فيهم يا كابتن سيد ان كان الجيم مفتوح من بداية المباراة يمكن النهارده حرس الحدود بدأ المباراة بسيطرة ميدانية من خلال التنظيم الدفاعي في نص ملعبه وبعدين بدأ ينقل الهجمات المؤثرة والهجمات المنظمة من خلال بداية الهجمة من تحت من خط الظهر ثم نص الملعب ثم الطرف الشمال اللي كان عليها يمكن اللاعب الاوغندي ايمانويل او ايساك من ضمن اللعيبه اللي كانت مفتاح لعب لحرس الحدود ويمكن بسبب تحركات الهجوميه المنظمه قدر ان هو يستغل بعض الكورسات العرضيه اللي كانت بتمثل مشكله على الدفاع الداخليه وفي واحده بقى كابتن السيد قدر يفوز منها واحد ضد واحد حصل عرقله او احتجاج من قلب الدفاع ضربه الجزاء اللي قدر من خلالها حرس الحدود يسجل الهدف الاولاني. الشوط الثاني اختلف الاداء بشكل غريب يمكن الداخليه بدات تنظم صفوفها الكابتن علاء عبد العال عنده خبرات وجوده في الدوري الممتاز اكتر من 3-4 سنوات خصوصا مع نادي الداخليه قدر ان هو
يعمل تغييرات، التغييرات كلها كانت مؤثرة بشكل كبير، وكانت معظمها تغييرات هجومية عشان عايز يعوض النتيجة. النهاردة المباراة بين الطرفين كانت بتساوي بست نقاط، يعني ما كانش ينفع حد من الاثنين يتعادل، التعادل كانت تعتبر خسارة بالنسبة لهم، فكان واضح لسه بدري ما يعني. ما هو انت برضك الفرق اللي قريبه من بعض وانت في الجدول وانت بتنظم شغلك الفني، فانت بتحاول انك انت تبعده اللي ممكن تبقى قريبه منه عشان تبقى بالظبط، عشان تبعده من الاول وتبدا تخلص منه. عايز اقول لك ان اخر 20 دقيقه كان واضح قوي ان في سيطره ميدانيه للداخليه، وكانت يمكن ظاهره غريبه على اداء الداخليه من اول المباراه، ما كانتش موجوده بصفة أساسية في الجيم نفسه، لكن آخر تلت ساعة حصل طفرة من الداخلية، التركيز واضح قوي من علاء حتى بتغييراته، يمكن دخول حسام باولو في الحتة الهجومية أثر بشكل كبير جدا على أداء نادي الداخلية. وأنا بعتبر إن الهدف اللي جه جملة تكتيكية من ناحية الكروس العرضي من ناحية اليمين اللي استقبلها حسام باولو بذكاء وبحنكة، هداف فعلا، اختار المكان يا كابتن سيد، اختار التوقيت، حتى الـ 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 الاتقان في احراز الهدف كان بشكل جيد. انا بعتبر ان الهدف ده من احلى الاهداف اللي موجوده في الاسبوع الثاني لحد دلوقتي. طيب لسه بدري جدا طبعا كابتن عماد سليمان المدير الفني لحرس الحدود، انت معاك فرقه كويسه وانت كمان عامل معاها مجهود كويس قوي، لكن برضو نقص الخبرات والتواجد في الدور الممتاز غير التواجد في القسم الثاني. انتوا قدمتوا مباراه كويسه قدام الانتاج الحربي وكنتوا متعادلين لحد الدقيقه 90 وقدمتوا شوط كويس جدا، مش عايز اقول مباراه بالكامل في مباراه النهارده ومباراه الداخليه، لكن شوط كان رائع جدا ال 45 دقيقه الاولى وقدرتوا تتفوقوا، وكان ممكن ان انت تثبت فوزك وتضيف الهدف الثاني، لكن الشوط الثاني اعتقد ان كله كان رايح لاتجاه الداخليه. على العموم لسه المشوار بدري جدا جدا، كل التوفيق لحرس الحدود والداخليه وكل الفرق اللي موجوده في الدوري الممتاز. تفوق الداخليه النهارده على حرس الحدود 2-1. يبقى المباراه الاخيره اللي جمعت ما بين وادي دجله صاحب الملعب استاد الكليه الحربيه، اكتر حاجه فرحتني النهارده، اكتر حاجه ساعدتني النهارده عوده ملعب الكليه الحربيه تاني ان احنا نشوفه من جديد، لكن الجونه كان متفوق لعبا ونتيجا كابتن شريف. هي مباراه جيده جدا، جيدة الصنع. تشكيل وادي دجلة مدير فني اليوناني ابتدى بمحمد عبد المنصف السيد سالم واحمد رمضان بيكم ومحمد هلال واسامة العزب اللي اخذ الهدف الوحيد بتاع وادي دجلة. كريم ممدوح، محمد رضا، محمد محمود، بوزاس وسالم صافي ودودو الجباس منفرد، ليه 4-3-2-1. اوكي. على عكس الجونة اللي هو هشام زكريا مدرب عمل حقيقة شغل جامد قوي مع الفريق ده. حقيقة شايفين لياقة بدنية واحتفاظ بكرة وتمرير وسرعة في الأداء. صحيح. الفرق اللي خطفت عيوننا الأسبوع ده. ما تحسش المباراة اللي فاتت خالص من في الدوري الممتاز، ما تحسش إنها كانت بعيدة السنة اللي فاتت ولا لا؟ أبدا يا كابتن. إسلام رشدي وأحمد علي والشبراوي بيجددوا وبيثبتوا لنفسهم إن هم من اللاعبين القلائل اللي هم ما اتغيروش في مستوى من المباراه اللي فاتت للمباراه دي. أوكي. يعني حاجه شبراو ده احفظ الاسم. شبراو ده شبراو ده جاب جولين كمان، لعب كويس وزول لعب كويس وعمل الجول الاولاني كمان بعرضيه هايله لاسلام رجي المنطلق من الخلف، عمل قنبله بالراس وعمل الهدف الاولاني وجاب جولين يعني مان اوف ذا ماتش يعني. فالجونه لعبت بعمر رضوان واحمد سعيد اوكا ولؤي وائل وجوزيف نجويم واحمد علي واحمد الشناوي وجاتوش واحمد مجدي، ولعب قدام ومحمود الشبراوي واسلام رشدي ومحمد ناجي جدو اللي برضه ناجي جدو النهارده الماتش كويس قوي، عمل مباراه كنا بقالنا كتير قوي يعني بقالنا كتير قوي من افريقيا ما شفناش مباراه حلوه من ايام الاهلي ما كان بيلعب خارج مصر وفي افريقيا، فكان الواحد بيبقى سعيد جدا لما بيشوف المستوى بيرجع تاني او اللعيب بيركز ويقدر يعمل لنفسه وجود. السيناريو بتاع المباراه انا اتفرجت على اول مباراه وانا بشوف حسيت ان فرقه الجونه دي اتاري تات 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 باس 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 جري 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 انطلاقات انطلاقات بس ايه مع الخطوط كلها مع في ثقه كبيره جدا ان هم عايزين يثبتوا ان هم يقدروا يعوضوا اي حاجه حصلت في المباراه اللي كانت في اول اسبوع. نجحوا وباربع خمس فرص يا كابتن عادل كابتن ماهر كابتن سيد، انا شفت انطلاقات محمد عبد المنصف نجم المباراه في الشوط الاولاني، المباراه تطلع والله تطلع 4-5 الشوط الاولاني. انطلاقات فرقه وادي دجله ما عرفتش، انا كنت حاسس ان بتفرج على ماتش ملاكمه، وادي دجله جونه خدت وادي دجله في كورنر وقاعده تديها من اليمين وتديها من الشمال وتديها من النص، عملوا شكل النهارده الحقيقه انا بتاعت مبهور باللياقه البدنيه وحسن التمرير وكل شيء موجود من هذا الفريق
انه لو انا بتخيله طب ده لو لاعب فرقه كبيره زي الزمالك هيرهقها بجد قوي، وعنده مفاتيح انه يقدر يجيب فيهم اجوان، وعنده جميع الخطوط متاقلمه مع بعض، واللعيبه بتعوض بعض في الدفاعات وفي الهجوم. ده فكروني بالنادي الاهلي السنه اللي فاتت، الفريق الوحيد المدافع المهاجم، يعني كان كل اللاين فيرود بتاعنا مدافع اولا، كل الخطوط ثم كونتر اتاك نص ملعبنا بباكاتنا بكل خطوطنا بنشتغل، عشان كده كنا بنعمل مباريات كبيره قوي. فلا خدوني النهارده وخدوا شكل المباراه لدرجه ان انا بقيت قاعد يعني قلت هو ايه اللي مش هيجيب هنا يخش هنا؟ لا النهارده الجونه قالت انا صاحبه المباراه. معاها مدرب شخصيته طبع على اللعيبه اللي هو هشام سهل. هشام كل شيء سهل، دول شاربين منه ايه اللي مطلوب جوه الملعب. فانا اتمنى ان انا وانا مدير فني يكون معايا مجموعه زي المجموعه الجرأة الهجوميه كمان الشريف، الجرأة الهجوميه في عزل الاهداف. وادي دجله ابتدى بالتغيير بقى هو بيشوف وادي دجله، هشام يشوف وادي دجله تبتدي بالتغيير وهو مغير بعدها بدقيقه واحده. يعني هنشوف هو مثلا طلع دودو الجباز ونازل محمد اشرف 72، قبلها كان مصطفى جابر هو اللي يشوف هو الكسبان وهو بيعدل بينزل بيطلع احمد مجدي وبينزل مصطفى جابر. يعني ذهن حاضر على طول، ما تنساش ان هو كان ماسك وادي دجله. عارفه والولد اللي هو مكسر الدنيا ابتدى يمسك نص الملعب ويروح منزل محمد عبد الجواد مكان الشبراوي يعني، وبعدين في الاخر سحب جده ونزل احمد عيد الملك، احمد عيد عبد الملك اللي هو من حقه كنجم كبير انه عايز يحتفظ بقى يشارك بقى في الاحتفاليه. الحقيقه وراجل حظه وحش، حظه وحش، بس ان اسامه عزب راح جايب من ضربه حره مباشره. حتى انت سالتني قلت لك الحقيقه بتنفذها الضربه الحره المباشره دي 10-10 وراجل مكمل، بس لولا ان النتيجه تقيله 3-1 كان لو 2-1 كنا هنتفرج على احلى المصري 7-8 دقايق في الاخر. المصري يوكل هشام زكريا قدر ان هو يفوز على وادي دجله اللي هو كان مدربه السابق بالتاكيد سرق زكريا الماتش. يعني خطف الماتش وزرعه لا وهو كان يستحق بصراحه، سيناريو غير متوقع يستحق. لكن وادي دجله او الجونه يعني تحيه لكابتن هشام زكريا، تحيه كبيره جدا جدا. انا ما حسيتش من حتى وانا بتفرج على مباراه المصري السابقه مع الجونه، ما حسيتش ان وادي ان الجونه غايب عن الدوري الممتاز بقاله ثلاث سنين. ما حسيتش بكده خالص، حسيت ان شخصيه مدرب موجوده، حسيت ان شخصيه فرقه موجوده، الناس مش رهبه الموقف خالص، وكانهم بيلعبوا مع بعض من فتره طويله جدا، وكانهم بيلعبوا في الدوري الممتاز، والدوري الممتاز غير الدرجه الثانيه، غير الدرجه الثانيه، وكانهم بيلعبوا المباراه العشرة مش ثاني مباراه. الجونه اعتقد ان هي ممكن تبقى الحصان الاسود بتاع هو. بص كابتن الاختيارات بردك يعني، هو يمكن هشام كابتن عادل عشان عنده خبرات اختيارات اللعيبه كابتن سيد بتفرق. انت لما بتجمع عندك ثلاث اختيارات، الخبره واللعيب الوسط والناشئين او الدم الجديد اللي انت بتدفع بيه، فهشام بخبراته قدر ان هو يعمل توليفه من اللعيبه اللي تقدر تسانده بشكل كبير. النهارده الجونه في المركز الثالث يا كابتن عادل في الجدول، يعني احنا كنا بنشوف في بدايه الاسابيع الاولانيه السنه اللي فاتت واللي قبليها بنلاقي الاسماعيلي، الاهلي، سموحه، الزمالك، النهارده الجونه واخده المركز الثالث في بدايه الاسبوع الثاني. حاجه جميله بصراحه. مشينا بقى وكابتن ما انتقرش، مش كل لعيب بيقدر يلعب كل ثلاث ايام ماتش. الولاد دول ما اختلفوش عن المباراه اللي فاتت، مش كل اللي ركب خير خيال. بص مش كل اللي ركب خير خيال بجد. يعني الغالي ثمنه فيه طبعا. بقول الكلام ده لكل المسؤولين، يعني عشان تجيب حد مسؤول عن حاجه سواء كان في الدرجه الاولى او حتى في القطاع الناشئين، للناس كتير جدا مش عايز اقول بتستهيفها، لا مش عايز اقول كده، لكن بتستقل منها لان لسه بدري. لا المدرب الغالي ثمنه فيه، هيطلع لك لعيب محترم، هيطلع لك لعيب كفء، هيطلع لك لعيب شخصيه، هيطلع لك لعيب نجم، هيطلع لك لعيب له ثمن، هيطلع لك فلوس، هيجيب فلوس، هيجيب للنادي فلوس، الغالي ثمنه فيه. كابتن سيد عايز ااكد بس على كلامك ان احنا معانا النجم اللي موجود كابتن عادل طعيم، ما ابو الاجيال يعني اللي طلع حسام وابراهيم وطلع النجوم، وانت يمكن واحد كمان من ضمن الناس استاذنا كلنا. فيعني باكد بس على كلامك، بس في كلامك سيد في ثانيه يعني. عمر رضوان ده من عمر رضوان ده من ناشئين النادي الاهلي، ولعب مع الشرقيه كان مميز جدا من سنتين صحيح. وبعدين هو زي ما قال كابتن ماهر الاختيارات، احمد علي مقاولين عرب، سعيد الاسيوطي، ناجي جده المقاولين العرب، اسلام رشدي طلع الجيش، عمل التوليفه دي عمل التوليفه ديت وبعدين استفزهم بحاجه، ان انتوا جايين من انديه ما عملتوش حاجه، فانتوا من خلال الجونه اثبتوا كيانكم. شفت انت زي ما حضرتك قلت
ناجي جده عمل ايه النهارده؟ هايل بقاله سنتين ثلاثه ما مش بيأدي كده، مش موجود وصافي كمان، لعيب كويس. طيب بيلعب اسم بس. يبقى تحيه الكابتن هشام زكريا، كل التوفيق ليك زي ما كل التوفيق لكل المدربين المصريين. هنروح تقرير خاص مع رؤساء الانديه ورايهم في الدوري، وبعدين نرجع نشوف راي كابتننا في مباراه مهمه جدا وهي الاهم في الاسبوع الثاني، مباراه الاهلي والمصري او المصري والاهلي، لان المصري هو صاحب الملعب. راضي عن الأسبوع الأولاني، مرينا بمرحلة صعبة طبعا، إن قبل الدوري بأسبوع تم تغيير الجهاز الفني، استطعنا بسرعة إن احنا لأن الولاد كلهم ولاد النادي من 10 سنين، فمجرد ما اجتمعنا بيهم تفهمهم وكانوا واقفين بشكل كويس جدا، استوعبوا جدا فكر المدير الفني اللي هو موجود حاليا. قدمنا مباراة طبقا للظروف دي، طبقا لأن الولاد صغيرين وأول مباراة لهم في الدوري الممتاز، أنا راضي عنها. إن شاء الله ابتداء خلال أيام هيوصل مدير فني أسباني على مستوى عالي جدا. أتمنى أن احنا إن شاء الله يعني نعبر عن نجوم اف سي بشكل جيد جدا خلال المرحلة الجاية. الهدف الأساسي البقاء في الدوري الممتاز طبعا. الهدف الثاني ان احنا ناخد مكانه افضل، وكل ما بيعدي الوقت ناخد مكانه افضل في داخل الجدول، فالطموح مشروع لكل الناس، فاحنا مقسمينها لمجموعه من الاهداف. الهدف طبعا اللي اتمنى ان احنا نوصل له ان احنا نوصل لمركز في المربع الذهبي لو امكن. الهدف اللي انا بوعد بيه ان الناس تحترم كره فريق نجوم اف سي، وانها هتتفرج على كره جميله تليق بمشروع كبير استمرنا فيه لمده 15 سنه. الحمد لله، انت عارف حضرتك ما ينفعش الواحد يقدر يقيم في اول مباراه او اول 3 4 5 مباريات، لكن الحمد لله اقدر اقول لحضرتك مصر مقصه ان شاء الله راجع زي ما كان الحصان الاسود للبطوله، وباذن الله كده الكبوات اللي فاتت طموحنا ان شاء الله المنافسه على الدوري باذن الله. الجزء الخاص بتحليل مباراة المصري والأهلي، هو مباراة المصري طبعا فال كويس للنادي الأهلي، عودة أحمد فتحي، عودة وليد سليمان، عودة حسام عاشور. هنستعرض تشكيلة النادي الأهلي أو التشكيلة المقترحة للنادي الأهلي من خلال اختيارات كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الأهلي. معنا كابتن عادل، يعني قول لي رأيك في اللقاء، وكمان أنا سمعت إن حضرتك 15 مباراة مع المصري على مدار 15 سنة ولا 15 مباراة قدرتها؟ لا، على من 93 تقريبا، سنة 93 ما تكبرش نفسك بقى يا كابتن عادل، ما تكبرش نفسك. من 93 مش مدار ممتاز؟ أنا ابتديت 78 كمان مع تصنيع، برضه كنا في تصنيع باللاعب المصري، كان معانا إينو، كابتن إينو ومصطفى أبو الدهب المجموعة ديت، تعادلوا معانا. أوكي. بالنسبة للمصري حسام الحقيقه والجهاز بتاعه بيلعبوا بطريقه فيها ذكاء قوي جدا، بيحاول يوقف الاطراف اللي بتلعب ضده. اوكي. فبيركز قوي على الاطراف من اليمين والشمال، سواء بالاختراقات او بالكرات العكسيه. وبعدين عامل محطه مهمه جدا احمد جمعه. احمد جمعه برضه زي احمد رؤوف كده، بتلعب له كوره يقدر يحضر عليها. صح. وبينام بيقف عليها سواء بدماغه او على صدره او على فخده، وبيحجز عليها كويس قوي، من اللعيبه القليلين قوي اللي بيعملوا الكلام ده، هو وعمر اللي بيلعب في الطلائع. عمرو مرعي؟ لا، عمرو مرعي ده بتتكلم على عمرو مين؟ لا، اسمه نفتكره لك. عرف السيد؟ عرف السيد، عرف السيد. الاختراقات من العمق بتبقى على فترات قليله جدا، لكن كل تركيزه انه الاطراف الفريق المنافس ما يزيدوش عليه،
وفي نفس الوقت يوقف السردباكين بالكرات الطويله، ثم يبقى فيه نوع من الاختراقات، وبعدين بيحاول انه يعمل جبهه يمين وجبهه شمال مع الكرات الثابته. الكرات الثابته دايما كل جوال النادي المصري هتلاقيه بيجيبها من الكرات الثابته، حتى الماتش اللي فات ماتش الجونه، الجول اللي جه برضو كان كره فاول، طلع كوفي وحطها في جول في الجونه، خدت ثلاث نقاط. المصري كمان بيتميز بحاجه مهمه جدا، انه المعدل اللياقه البدنيه عنده الى حد كبير كويس، زي الجونه كده وزي الداخليه وزي اكتر من فريق. الحاجه الثانيه دايما البدايه بتاعته بيبقى فيها نوع من الحماس الشديد جدا. صحيح. المشكله عنده خاصه النادي المصري، تحس انه درجه التركيز في النهايه بتقل شويه. يعني طول المباراه، لان عمليه الضغط المستمره مع السرعه مفيش نوع من الهدوء شويه في الاداء، يعني الريتم السريع على طول محدش يتحمله. محتاجه فتره انه يبقى عنده قائد في وسط الملعب، بحيث ان هو الريتم ده ممكن امتى اسرع الريتم ده، وامتى اخليه الريتم المتوسط، وامتى اهدي الجيم. ابقى كسبان مثلا واحد او كسبان اتنين وفاضل خمس دقائق ونفس الريتم السريع شغال، ابتدى انت عايز ايه من المرحله او من النتيجه في الوقت ده او التوقيت. برافو عليك. الكلام ده ابتدى، الكلام ده شغل يصحى ثاني بره ولا شغل واحد يبقى جوه الملعب؟ الاثنين، الجهاز الجهاز والكابتن طبعا. طبعا طبعا زي الكابتن فيرق بيبقى مهم جدا ان هو تعليمات المدير الفني، يعني ممكن جدا ما يوصلش وهو احساسه، هو محتاج ايه من المرحله دي. الحقيقه الفتره اللي فاتت نص الدور الثاني والمباتش الجونه ابتدى جريندو اللي هو نزل، وده اللي اعتقد انه هيبدا بيه ماتش الاهلي، لان يعني الولد ده مؤثر جدا، كان كورته قليله جدا، لكن حسام الحقيقه طور جدا من ادائه، ابتدى ياخد الكره ويروح على الاطراف وابتدى يقف علشان يضيع الثلاث اربع دقائق الاخرانيين. لكن بكل المقاييس النادي المصري عمل ماتش كويس قوي في البطوله الافريقيه، وبعدين ماتش الجونه يمكن ما كانش على نفس المستوى من الاداء البدني والفني. اعتقد ان ماتش بكره باذن الله تعالى النادي الاهلي هيبقى ليه اليد العليا في المباراه ديت ان شاء الله، ويبقى فيه توفيق باذن الله للنادي الاهلي. طيب كابتن شريف، يمكن تشكيله الاهلي، تشكيله الاهلي يمكن بتاعه الاسماعيلي فيها اختلاف اكيد بكره شويه. اسلام محارب خرج على فكره، عنده اصابه في الضمه. كارترون اختار 20 واحد، شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، وحسام عاشور، هشام محمد، كولوبالي، مؤمن زكريا، وليد ازار، وليد سليمان، وايمن اشرف، عمرو السوليه، ومروان محسن، سعد سمير، محمد شريف، وعلي معلول، واحمد فتحي، وميدو جابر، ومحمد هاني، وناصر ماهر، وصلاح محسن. قبل ما تقول لي رايك كده، انت واحد من الهدافين الكبار قوي في مباراه الاهلي والمصري، كام جول؟ 7-8 حاجه. 7-8 اهداف؟ ده انا جايب 3 ومبسوط قوي. انا جايب 3 في المصري بس مبسوط قوي. لا هو الطريف ان انا جبت في احلى اهدافي في مباراه المصري من وضع طائرا كده بالراس طائر يعني. منهم واحد من تحت رجل كابتن زيزو. بيوقف الكرة، رحت انا طاير من جنبه حاططها موزه في الجول، كان حد يلعب منها. الله يرحمه. طب فالحلو اهو. فالحلو. حبيبة ترافولتا. طيب قول لي، يعني عودة حسام عاشور، عودة أحمد فتحي، عودة وليد سليمان، ودي من اللعيبة الكبيرة جدا اللي بتقدر تتحكم. خبرات. خبرات. خبرات طبعا لما بتعود ليك، والسرعات من على الأجناب اللي احنا مفتقدينها زي أحمد فتحي، برضو خبرة وشكل دفاع قوي جدا أنا بحتاجه الحقيقة، خاصة زي ما كابتن عادل قال إن فرقة تحترم، فرقة المصري. فرقة المصري عندها من السرعات اللي هي بتقدر على مراحل الجيم نفسه او الشوط الاولاني او الشوط الثاني بيحاول يكون ليه وجود، وكل ما انت سمحت له يا كابتن سيد ان هو يبقى موجود هيطمع فيك جامد، وهتلاقي الاسماء اللي قالها كابتن عادل، احمد جمعه، الناس دي ليها شكل، جريندو من اللعيبه اللي بتتحرك كورته مش في الفينش بتاعه مش قوي قوي، انما بيعمل زياده عدديه على الدفاعات كلها اللي بيلعب قدامه، وبيهز اي حد بيلعب قدامه، وممكن تطلع منه بقى بالصدفه واحده تروح، او يحصل منها فولو، يحصل منها اي حاجه، فهو لعيب بيعمل حاله ازعاج في المنطقه. صح. اللي هو بيلعب فيها الحقيقه. احنا متعودين ان التعليمات بتاعه الكابتن حسام حسن بتتنفذ مع الفرقه دي حرفيا، عشان كده تلاقي الاربعه بتوع اللي ورا دول زي ما بيقول الكابتن عاد بيوقفوا الاطراف، وبيرجع لهم الاثنين كمان اللي هو بيلعب غالبا بيلعب 4-3-2-1، مش بيلعب 4-2-3-1، لا هو بيلعب 3 تحت عشان يساند دايما الشكل الدفاعي وما يخشش فيه اهداف كتير.
يعني الفترة الأخرانية أنا شايف إن النادي المصري بيلعب قدام النادي الأهلي جيم حلو قوي وبيثبت كل حاجة، إنما بدون أنياب بدون حارس مرمى قوي جدا ممكن في أي وقت يهديك المباراة زي مباراة السوبر أو تبقى الكرة جاية له ما بحسش إنه قوي زي الشناوي مثلا بيطلع في ال 18 يلم الحاجات دي كلها، يعني أي عرضيات أي حاجة لازم يبقى الدفاع بتاعه هو اللي بينقذ الموقف بأي شكل. مثلا أنا ببقى لو أنا مدير فني أبقى عندي تعليمات للنادي الأهلي بكرة نرجو إن إحنا يبقى عندنا التصويب بقى، يعني انك انت تثق النهارده وتبعت الكوره في ملعب تعرفين كلنا الملعب اللي هيلعبوا عليه بكره بتاع برج العرب سكيتنج يعني بيترش قبلها ومن من الارضيه النجيله ان هي لو اتشاطت صح ومشيت على الارض ممكن تعمل مشاكل كتير او حارس مرمى موجود. فبالنسبه لي انا النادي الاهلي النهارده بيعوض الشكل اللي قدام الاسماعيلي نتيجه، هو النادي الاهلي النهارده العمق الدفاعي الهجومي بتاعه في ازارو. انا كنت بتكلم معاك قبل كده انا بتمنى ان احنا نغير بقى طريقه 4-3-2-1 ولكن بقى عودة حسام عاشور والسوليه موجود فاعتقد انه مش هيغير. انا كنت بطمع دايما وحاله ناصر ماهر كمان مطمنه يعني الزياده العدديه اللي بيعملها ناصر وبينقل الحركه ناقل الحركه دي حاجه جميله جدا. انما انا بتمنى من علي معلول في ناحيه الشمال يكون سبورت كويس قوي لناصر وازاي ناصر يطعمه ويطلعه وازاي حسام عاشور يشوف الاطراف اللي قدام، هي دي الحاجات اللي هي تقدر تديك سياده بكره في الملعب. وان شاء الله يعني احنا ما داش مننا بقى كابتن سيد الاهداف اللي بتضيع مننا في اول هاف تايم فتاخد الثقه وما تقاسمش الفرقه اللي معاك في المباراه الاخر ثانيه في 90 دقيقه. طيب كابتن ماهر يعني دور المدافعين في المباراه الكبيره ودي واحده من اللقاءات اللي عملها الاهلي هايل جدا رغم ان كان فيه حوالي 8 او 9 لعيبه تحت السن. كان فيه احمد حمدي وكان فيه صلاح محسن وكان فيه محمد هاني وكان فيه اكرم توفيق وكان فيه مجموعه كبيره جدا من تحت السن. كان فيه الجزار بيلعب في في المباراه ديت، كان فيه مجموعه كبيره جدا تحت محمد شريف كان بادئ اللقاء. يعني اللي عايز اقوله في المباراه الكبيره جدا بتبقى التركيز لازم يكون على اعلى 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 مستوى، يعني الكرات الفرص قد تكون نادره بتحصل مره الا باستثناءات مباريات معينه بيبقى فيها الفرص كتير اللي ممكن يقولوا ماهر همام في 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 للمدافعين في مباراه زي دي. كابتن ماهر بص يا كابتن سيد انا كنت في الاستوديو التحليلي قبل المباراه ديت وقلت قلت خد بالك ان الاهلي بكره هيعمل مباراه عمره المباراه الاخيره دي وكانت الناس قلقانه والنتائج يعني كانت يمكن اخر اربع ماتشات يعني كان فيها بدلك بالنسبه لنا. فقلت لهم خدوا بالكم الدوافع بتاعه الولاد بكره هي اللي هتخلي شكل المباراه يبقى لجانب النادي الاهلي. صحيح. ويمكن كابتن عادل يمكن كان خد تجربه قبل كده بتاعه الاهلي والزمالك 3-2 ويمكن لعب الولاد الصغير حسام حسن وابراهيم حسن وكان لسه طالعين كابتن طارق خليل وطارق خليل وكسبنا محمد السيد. فعايز اقول لك ان كانت المباراه ديت انا راهنت عليها نتيجه الخبرات اللي احنا عشناها كابتن سيد قبل كده واحنا لعيبه واحنا مدربين. فاشدت بالمباراه ديت ان الاهلي بكره هيكون وفعلا الحمد لله يعني ربنا وفقنا في خلال هذه المباراه. لكن انت بتتكلم على السؤال بتاعك الجانب الدفاعي النهارده طبعا اضافه كلوبالي بالنسبه لخط ظهر النادي الاهلي اضاف لنا جزئيه من ناحيه التمركز في الدفاع كنا محتاجينها من ناحيه التغطيه والميلان كنا محتاجينها من ناحيه الالعاب الهواء كنا محتاجينها من ناحيه بدايه الهجمه كنا محتاجينها كمان يا كابتن سيد اضافه كمان في الكرات الثابته اللي انت ساعات بتلجا ليها في معظم المباريات المخنوقه اللي فيها منتهى الصعوبه زي مباراتنا يمكن بتاعت بوتسوانا الاخيره تاون شيب اللي قدر ان هو يجيب لنا ثلاث نقاط بضربه راس جميله من كره ثابته. عايز اقول لك يا كابتن سيد ان المباراه بكره انا شايف يا كابتن عادل هتبقى في منتهى الصعوبه. تمام. ليه بقى؟ لان انت الاثنين مدربين فنيين شايفين بعض، يمكن حسام يمكن اتقرص مننا قبل كده بلغه الكوره يعني اتقرص مننا مرتين ثلاثه. فالمره دي حسام حسن هيعمل اعداد ذهني وبدني وتكتيكي بشكل كبير جدا يتفرج على النادي الاهلي ودي ميزه حسام يتفرج على النادي الاهلي مره ومرتين وثلاثه وهيحاول انه يحافظ لعبته ازاي نقف في الحاله الدفاعيه ازاي نقدر نقفل على مفاتيح النادي الاهلي وازاي نقدر نضر النادي الاهلي في الكور الثابته بالذات اللي الكابتن عادل اتكلم عليها لان هو عنده لعيبه تجيد العاب الهواء زي كوفي يمكن كوفي من ضمن المدافعين اللي بيجيدوا الكرات الثابته في العاب الهواء وبيقدر يسجل منها يسجل منها اكتر من هدف. فعايز اقول لك ان بكره مباراه في منتهى الصعوبه بالنسبه لنا لكن اللي بيطمن عوده بقى طبعا الخبرات
اللي احنا بعدت عننا في المباراه السابقه بسبب الاصابه. يمكن حسام عاشور عودته لنص الملعب بدينا ثقه، وليد تحت راس الحربه وكجوكر وبيقوم الدور اللي احنا فقدناه مع عبد الله السعيد، ان وليد بيقوم الدور المحوري على اوقات واوقات بيطلع بالنسبه للجناح بيقدر يخترق وبيقدر يصوب. فانا عايز اقول لك ان الخبرات اللي موجوده وعودتها مره ثانيه هتفرق معانا بشكل كبير. عايز اقول لك كابتن سيد كمان احنا من الفرق اللي بنلعب باخر دقيقه، يمكن مباراه الاسماعيلي كانت السوبر مع المصري والسوبر مع المصري. فانا عايز اقول لك ان اخر دقيقه ممكن النادي الاهلي ان شاء الله يتفوق بكره باذن الله بثلاث نقاط على خير ان شاء الرحمن. يستمر التفوق في اخر خمس مواجهات ما بين الاهلي والمصري، قدر الاهلي يحقق اربع انتصارات وتعادل، تسع اهداف مقابل هدفين، دي كانت حصيله اخر خمس مباريات. ان شاء الرحمن باذن الله يستمر التفوق الاهلاوي على حساب المصري بكره باذن الله الساعه 8. ما تنسوش ان شاء الرحمن هنكون معاكم قبلها بساعتين من دلوقتي باذن الله. ما بقاش في الفتره دي غير نشكر ضيوفي. كابتن عادل نورتني. انت اللي منور حبيبك. طبعا سعيد بوجود الكابتن ماهر والكابتن شريف. يا ربنا يكرمك يا كابتن. ليله جميله وان شاء الله نفرح بكره ان شاء الله باذن الله. ترافولتا نورتني. ميرسي يا كابتن، ودايما كده منور مكانك ومع بعض دايما. كابتن ماهر شكرا. كابتن سعيد نور دايما. شكرا يا حبيبي. شكرا. خلص الفقره ديت. بعد التقرير اللي جاي هيبقى معايا كابتن سمير عثمان، هنتكلم في ابرز الحاجات الخاصه بالامور التحكيميه والحالات التحكيميه، وخصوصا الحاجات اللي ممكن يبقى فيها جدل، وهل فعلا في حكم شارك في اسبوعين اثنين بس رغم ان قمه اللقاء او قمه مباراه الدوري النهارده اربع مباريات من الاسبوع الثاني وتسعه يبقى 13، في حكم ادار ثلاث لقاءات غريبه شويه هنعرفها من كابتن سمير. نازل بتقله كده ومش عايز يتكلم على حد ولا يتكلم مع حد، وراح طارد صالح جمعه وطارد الناس كلها ومحاسب علينا بينالتي والدنيا كانت سودة خالص. روحت البيت مفيش مشكله خالص يعني عادي مفيش مشكله اطلاقا يعني، لقيت السواق بتاعه واقف ورا عربيتي كمان قدام بيتي تمام وايه ويعني ومش عارف اتحرك خالص يعني. هو كابتن سمير عثمان. مساء الفل. نورك يا سيد. ازيك يا ابو كمال؟ الحمد لله. ورا حضرتك ايه؟ يعني دي كانت صدفه يعني. انهي صدفه فيهم يعني؟ العربيه ولا الطرد؟ لا هم الغريب انكم يومين ورا بعض. اه يعني انا فاكر في اليوم ده كان ليت واقفه حاجه كده. اه فالراجل قال قلت له عربيه مين؟ فقال لك ده الكابتن سمير عثمان. حضرتك قلت له يعني هو ورايا في الملعب وفي البيت هنا كمان. منورنا يا كابتن سمير. منورك يا كابتن سعيد ربنا يخليك. 11 مباراه لحد دلوقتي او 13 مباراه في الدوري المصري ما بين اجاده تحكيميه وما بين جدل تحكيمي. استعرض بقى اللي عندك كله. تمام. يعني احنا النهارده بعد اذن حضرتك هنقيم الاسبوع الاولاني. طيب. لعبنا تسع مباريات، تسع مباريات ادارها تسع حكام من ضمنهم في خمس حكام دوليين من التسعه، وما شفناش في الجوله الاولى ولا محمود البنا ولا ابراهيم نور الدين، شفنا ابراهيم فقط في الدور في الجوله الثانيه. طيب. انما في الجوله الاولى ما كانش ابراهيم موجود ولا محمود البنا. بشكل عام الاسبوع تسع مباريات خلصت بشكل جيد، يعني اعتقد نسبه النجاح اكتر من 85%. وحضرتك قلت كلمه كويسه في البدايه ان مفيش مشاكل بس في جدل. مزبوط. يعني الماتشات خلصت بس فيها جدل تحكيمي، جدل تحكيمي افضل من مباريات يبقى فيها مشاكل. اول مباراه كان مباراه الاتحاد والمقاولين، وانا يعني اتفرجت على كل المباريات بنسبه تركيز عالي قوي، وقيمت بعض الحكام. تسع حكام انا قيمتهم، بس اهم تقييم عندي هو بتاع محمد الصباحي، لان محمد الصباحي الحكم المرشح دايما للقائمه الدوليه من الحكام اللي عندهم مهاره فنيه جدا في التحكيم وعنده خبرات كويسه جدا. بس هو الاسبوع ده ما كانش فيه عنده توفيق عالي، وما ظهر بمظهر صباحي ممكن يبقى احسن من كده بكتير، عشان ده حبيت ابتدي بيه. تمام. انا كان عنده جدل تحكيمي بس اثرت في النتيجه يمكن. بالظبط هي دي بقى النقطه. هي دي النقطه. الباقي ما اثرش في النتيجه مع عدم مساعده برضو لطاقم الحكام اللي معاه، فده اثر. فيهمني من بصراحه التسع الحكام اللي لعبوا ده محمد الصباحي، عشان عنده حاجات كتيره جدا ممكن يقدمها افضل من كده. وانا متخيل ان المباراه اللي عاملها محمد الصباحي في ماتش المستقبل والجيش هو كان هيجيب لنا صوره ايمن. كابتن محمد الصباحي كان هيجيبوها لنا، يعني كان في نيتهم ان هم يجيبوها. معلش يعني. طيب معايا تليفون مهم جدا. اتفضل. عشان برضه تبقى الدنيا كويسه. واحد من الناس المميزه جدا على مدار تاريخها، يعني في كمساعد اول او ثاني، واحد من الناس اللي كنت تطمن جدا 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 حتى وانت اثناء اللقاء ان انت ما تعدش وراه ما تقلبش وراه. كابتن ايمن دجيش مساء الفل. ده خير كابتن سيد، تحياتي ليك وتحياتي
قناه الاهلي وكل اسره البرنامج، وتحياتي للاعلامي كابتن سمير عثمان. طيب كابتن ايمن، يعني قرار مفاجئ بالنسبه لي وبالنسبه للناس كتير جدا، يعني في عز تالق حكم من اميز الحكام على المستوى الافريقي مش من المستوى المحلي بس، واحد من الناس اللي بتشهد لها كل الدول او كل الفرق اللي ادارتها حضرتك بالكفاءه، بعض الامور التحكيميه اللي ممكن على مدار 15 سنه ولا ايا كان الفتره الزمنيه انا مش عارفها يعني، لكن ممكن تكون لقطه 2 3، لكن الباقي كله امتياز امتياز امتياز، ومع ذلك في قرار من عند حضرتك بالاعتزال اللعب دوليا او اعتزال التحكيم دوليا، مش دوليا، اعتزال التحكيم خالص. بشكرك كابتن سيد على الكلام اللي حضرتك بتقوله، وطبعا انا بتشرف ان تواجدت مع حضرتك كتير، وتواجدت وحضرتك لاعب كمان في الملاعب، وتواجدت وحضرتك مدير كوره، فالحمد لله طبعا فتره انا قضيت فتره الحمد لله في التحكيم راضي عنها جدا يعني. لكن ما يخص الاعتزال طبعا انا بشكرك الكلام اللي انت حضرتك كلمته النهارده وكلمته امبارح في مداخله في حقي كويس. انا بكلمك كابتن سيد، انت راجل كنت مدير كوره وتعرف الاداره وتعرف ازاي كنت تتعامل مع لعيبه كبار، وتعرف لو في موضوع كنت بتعمل ايه. انا ما عنديش مشكله، انا قضيت في التحكيم وخدمت في التحكيم كتير، لكن التعامل بالنسبه لي ما كانش كويس في الفتره الاخيره. جهه ولا شخص؟ جهه ولا شخص عشان نبقى محددين، يعني كل مثلا المسؤولين في التحكيم، كل لجنه التحكيم، ولا شخص بعينه في لجنه التحكيم؟ لا، هو عشان اكون واضح مع حضرتك، كابتن عصام عبد الفتاح التعامل كان هو معاه، والمجموعه الثانيه كان تعامل سلبي يعني، اتغيروا كلهم. كان يعني انت عارف حضرتك لما انت بتبقى موجود بيبقى في قرارات فرديه او حاجه، فخلاص في نظام ماشي ان خلاص كله بيبعد، القرار بتاع واحد منصب عند واحد فكله بيبعد عنك كل ما بيجي. طب انا سالته، معلش انا بقطعك بس في الحته دي وبعدين هسيب حضرتك تكمل زي ما انت عايز. انا سالته امبارح قلت له يعني كابتن ايمن دجيش، قال لي كابتن ايمن دجيش يعني احنا اكتر ناس سندناه واحنا اكتر ناس مديناه. اكتر ناس قلنا بلاش الكلمه دي يا كابتن سيد، عشان الكابتن عصام برضو طلع قالها في كذا حته، بيقول اكتر ناس ساعدناه. وانا كابتن سيد، انت حضرتك كنت لعيب كوره وكنت في الرياضه، هو مين اللي بيساعد مين يا كابتن سيد؟ انت حضرتك كلاعب، انت كلاعب ايه اللي بيساعدك كابتن سيد؟ او انا كحكم ايه اللي بيساعدني؟ يعني بيتكلم كلام كابتن عصام طبعا كلام ما فيهوش اي شيء من الصحه. وبعدين كابتن سيد الموضوع كان سهل او بسيط، انا راجل لوائح بتسمح لي، وهم اللوائح بالنسبه لهم الفيفا حلوه النهارده هنشتغل بالفيفا، الفيفا وحشه لا مش هنشتغل بالفيفا، وكل ده كابتن سيد ما فيهوش اي مشكله. المشكله ان الناس ما عادتش معاك، الناس كانت بتهرب منك، الناس بتقول لك على حاجات من بدايه الموسم، وانت قلت كلمه كابتن سيد امبارح، قلت ايمن نهائي كاس مصر، وايه يعني يكون موجود وسط الناس؟ طبعا ايمن خبره، وانا بشكرك على الكلام ده. هي دي بقى، هو ده اللغز بالنسبه لي. حتى اللغز يا كابتن سيد، انت عندك لعيب وفي موقف معين هيتاخد مع لعيب كبير، هتعمل ايه يا كابتن سيد؟ انت حضرتك لازم اتكلم مع الاول، هو اساسا قبل ما اعلن الخبر ده واعلن القرار ده لازم اتكلم مع اللاعب ده، بديله قيمته ومكانته وهو يقدر ده. ما حصلش يا كابتن سيد، يعني ما فيش حد رفع عليك سماعه التليفون خالص ولا خالص يا كابتن عصام؟ من بدايه نهائي كاس مصر انا موجود، قصه تم تعييني في مباراه وديه من 15 يوم، تتصل بيهم ممكن ما حدش ما يردش، طلبت قلت له ان انا كده كده هعلن، ما عنديش مشكله ان انا لا لحظه بس عشان الحاجات دي بتفرق معايا جدا، يعني حضرتك كلمت كابتن عصام تحديدا او شخصيا ما ردش؟ لا انا كان في قعده بينه وبعد كده بتكلم، في اوقات كتير ما كانش بيرد، المجموعه اللي معاه ما كانتش بترد. انا عايز اعرف القصه ايه، وانا هم قايلين لي انا موجود وقبل بدايه الدوري يا كابتن سيد، ما فيش حد عايز يقعد معاك، وفي الاخر كله بيهرب، والموضوع اصلا بالنسبه لي سهل جدا. وانا بالنسبه لي يا كابتن سيد اللوائح بتسمح يعني اللائحه بتسمح، وانت اصلا قايل لي انت موجود معايا. وبعدين اسالك سؤال يا كابتن سيد، اتفضل. انت النهارده هو بيقول لك انا هدي حكام حضرتك حكام جداد الشباب، وهدي اعمل جي صح كده؟ مظبوط. طب بتديني ماتش ودي ليه؟ هقول لك حاجه ثانيه يا كابتن سيد. ايمن انت خدت الماتش الودي امتى يا ايمن؟ من 10 ايام بالظبط، من 10 12 يوم. وكان معاك حكام موجودين في بيحكموا في الدوري تمام؟ طبعا 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 طبعا. واللجنه ايه اللي بلغتك بيه؟ مش حكام القاهره. تعيين اللجنه. اقول لك حاجه كمان يا كابتن زايد، دليل على كلام التناقض في كلام كابتن عصام. انا كمان بالنسبه لي من 3 سنين يمكن بنفرد بالكلام ده ليك انت كابتن سيد. اتفضل. بعد ما السن، معلش انا اسف اني باخد من وقتك. لا بالعكس، انفرادات انا بحبها، اتفضل. انا بعد ما السن فتح من 3 سنين اللي الناس ما تعرفوش، انا كنت الحمد لله زي ما حضرتك شايفني والجماهير والناس متابعاني. لما جيت سن فتح اتطلب مني في البدايه ان انا ما اكملش دولي. يعني اتطلب مني سنه واتنين ان انا ما اكملش. طب يا جماعه ليه؟ انا كنت بحكم تحت ضغوط كتير.
مظبوط. عشان انا يعني كل اللي انا كنت بعمله وبكتاته كابتن، كان في ضغوط الناس ما تعرفش عنها حاجه. كان يعني انت النهارده في عز مجدك كابتن سيد وفي ماشي كويس وبيطلب منك تبطل، طب ليه؟ الجديد بقى كابتن سيد ان انت لما في ثالث سنه وبعد ما جريت اختبار دولي ولعبت بيه محلي وطلب منك برده بالاتفاق معهم خرجت من الكره الدوليه وقال لك انت موجود معانا محلي، هو لو السن مش مفتوح عمر الكابتن عصام ما هيدخل مساعد ثاني سنه ثاني بعد اكبر ثاني واحد في القائمه سنا، ومش هتدخل واحد عنده 40 سنه. المنطق لو انا كمان لما جيت اخرج في ثالث سنه قلت ما فيش مشكله يدخل حد صغير بالرغم ان الموجودين كلهم صغيرين، دخل واحد ثاني واحد في السن ودخلت واحد 40 ومساعد كويس ويستحق ان هو يخش، ما عنديش مشكله. بس انت طالما دخلت 40 سنه يبقى انت مقتنع بان الاتحاد الدولي بيسمح ان فتح السن خلاص. لو الاتحاد الدولي واقف على 45 هو بيفتح السن للمتميزين، هو بيفتح السن للمتميزين مش بيفتح السن للعامة. لا انا عايز اقول لك انت لو مش مفتوح السن يا كابتن سيد مش هتدخل مساعد 40 سنه وعندك ناس صغيرين موجودين. اه اوكي، انما انت دخلته بناء على السن مفتوح. مظبوط صح، ده اللي انا اقصده يا كابتن سيد. واعتقد يا ايمن رضوان عشيق من المغرب بلاعب برضه وعنده 47 سنه في كاس العالم السنه دي. بالظبط كده كابتن سيد، احسن حكم في انجلترا عنده 49 سنه. انا مش بقول كده والله كابتن سيد عشان اكمل، انا بقول على الخداع اللي حصل معايا. انت بتسمي اللي حصل معاك عدم تقدير وخداع في نفس الوقت، خداع وعدم صراحه وعدم وضوح. والموضوع سهل، الموضوع سهل ان انا وبعدين يكون شركه يقول لك مجلس اداره، يقول لك عضو يتقال مجلس اداره وانا ويطلعوا كلام يقول لك الفيفا. الفيفا كابتن سيد بنستخدمها وقت ما نكون عايزين، وساعات لما نكون مش عايزينها ما فيش فيفا. نقعد نشرح حاجات وكله حافظ بقى، يعني الناس اللي شغالين برضو موجودين معايا حافظين القصه. ايه اللي ممكن تقوله لكابتن عصام عبد الفتاح دلوقتي بصراحه؟ يعني انا حاسس بيك وحاسس باللي جواك، لكن لو حابب تقول جمله واحده او كلمه واحده او رساله تقولها ايه يا كابتن ايمن؟ اقول له شكرا على الرد الجميل وانت بتقول انت ساعدتني. بقول لك كابتن عصام انا اللي ساعدتك وما ساعدتكش انت، انا ساعدت التحكيم المصري، انا ساعدت التحكيم المصري ما ساعدتك، لا انت ساعدتني ولا انا ساعدتك، انا خدمت في التحكيم المصري. والتحكيم المصري ده كابتن سيد بقول لك كابتن عصام التحكيم المصري ده منظومه، التحكيم المصري ده منظومه مش مصنع شغال فيه ناس عندك. التحكيم المصري ده منظومه كبيره، اللي يقعد على الكرسي بيخدم بالتحكيم واللي بره واللي بطل وكابتن سمير في المنظومه وكل زملائنا في المنظومه. الموضوع 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 ماشي مش مظبوط يا كابتن سيد. يعني الموضوع النهارده الكرسي اتفضل كابتن بقى، الموضوع مش ماشي يعني في حاجات غلط كتير يعني. طيب وخصوصا يعني انا شايف في واقع هنناقشها مع كابتن سمير عثمان بعد شويه، يعني كابتن محمد ابو خاطر النهارده بيحكم مباراه الاسماعيلي مع بتروجيت، كان موجود في مباراه الداخليه مع وادي دجله. خامس فين بقى الجداد؟ فين الجداد؟ في مباراه ثانيه يعني كان الداخليه ودجله وبعد كده كان ماتش خامس. كان حكم انا لو هطلع جداد ادي بقى الجداد كلهم خامس يا كابتن سيد. مظبوط صح. عندي يا كابتن سيد 3 4 مساعدين، 10 مساعدين، في 3 من القاهره، 4 انا عارفهم، 10 الاعب الناس دي بقى لاعبهم وثبتهم في الدوري عشان يقدروا يشيلوا. لو انت الكلام ده ما لعبش واحد خامس اسبوع حكم في نفس الاسبوع وخامس ادي حكم من الجديد الصغيرين، واخد بالك؟ عندي 3 مساعدين اديته السنه اللي فاتت اديهم بقى ماشي مفيش مشكله طالما دي سياسه. طيب انا حاسس بيك بالتاكيد، وخصوصا كمان يمكن واحد ادار سنين كتيره جدا على مستوى عالي، حاسس ان انت خدت حقك او جزء من حقك؟ كابتن سيد انا كابتن سيد مش خدت جزء، انا خدت اكتر من حقي. بس من مين بقى؟ من حضرتك، من جماهير مصر العظيمه، من الاعلاميين اللي زي حضرتك، من مسؤولين الانديه، من كل الانديه المصريه، من الناس في الشارع. ولما بمشي مع الكابتن سمير، طبعا كابتن سمير معروف اكتر مني عشان تبقى عارف يعني، عشان ما اقدرش يعني لما بمشي معاه ده نجم كبير. بوظ لي ماتشات كتيره بره مصر جوه مصر، بوظ لي حاجات كتير هنقلبها بقى هزار كده. طب كابتن ايمن والله كابتن زي حبيبي كابتن ايمن، فانا خدت الحب ده من الناس، بس اللي انا محزني انا ما خدتوش من جوه بيتي. تقصد لجنه التحكيم يعني؟ طبعا. طيب كابتن ايمن دجيش هتبقى يعني من الناس الرموز والعلامات في الحته دي تحديدا، بجد مش هزار يعني هي باستثناء مباراه وادي دجله والزمالك بس الاوفسايد اللي انت ما حسبتوش، لكن الباقي كله كنت ماشي زي الفل. شكرا جزيلا كابتن ايمن دجيش، كل التوفيق بيك بجد على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني او حياتك العمليه اللي جايه. زعلان هو شويه، صوته باين. وايمن من الناس الطيبه بصراحه اللي خدمت التحكيم جامد جدا. وايمن انا عارف كان عاوز ايه، حد بس يكلمه يقول له يا ايمن يا انت معانا السنه دي او مش معانا، تبقى واضحه. انا اعتقد لو مكالمه من تليفون من كابتن عصام مع ايمن دلوقتي تخلص الموضوع، ولازم تخلص لازم، لان ايمن قال لك احنا في منظومه والكوادر اللي كانت موجوده
او اللي ممكن تبقى موجوده في عالم وتعلم الجداد. اه طبعا لازم معه. تكون موجوده الحته دي. فانا متوقع ان انت عملت حاجه في حياتك. بالظبط، هي كلمه شكرا بس مش هتخسر. واعتقد كابتن عصام ممكن يكلموه النهارده او بكره باذن الله. فضل. المهم نرجع الاسبوع الاولاني سريعا يا كابتن. احنا يعني انا عملت تقييم للحكام من 4 نقاط: القرارات الفنيه، وبعد كده اللياقه البدنيه، وقرارات مؤثره في المباراه من عدمه، وبعد كده درجة صعوبة المباراة. عندنا الدوري الأسبوع ده يا كابتن سيد، أنا اخترت بصراحة مباراتين فقط اللي هم فيهم درجة صعوبة المباراة، اللي هي مباراة الأهلي والإسماعيلي. تمام، اللي يكون حاجات كتير طبعا فيها، وبعد كده المباراة التانية اللي فيها درجة صعوبة مباراة، مباراة MP وبيراميدز. وده السبب الرئيسي إن كل مصر والوطن العربي عاوز يتفرج على الوافد الجديد للدوري المصري. دول أكتر مباراتين كانوا فيهم درجة صعوبة. بداية من المباراة نستعرض سريعا، طارق مجدي كان عنده مباراة الاتحاد والمقاولون العرب. اوكي، قراراته الفنية طبعا كانت الدرجة من 4، انا تقييمي ليه مديله 3.2 من 4، وده درجة عالية جدا. واللياقة البدنية طبعا 1.5 من 2، درجة برضو هايلة. والقرارات المؤثرة كانت معظم قراراته 2.75 من 3، يعني باجمالي 7.45 او 7.5 من 10، وده تقييم طبعا في بدايه الموسم يبقى تقييم كويس جدا. ما عندوش درجه صعوبه المباراه، وبالتالي ما ينفعش ياخد الدرجه الاضافيه. أوكي. ودرجه صعوبه المباراه دي موجوده في التقريرات سواء في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي. بعد كده امين عمر عمل مباراه كويسه جدا، ماتش بتروجيت والزمالك. صحيح. برضو قراراته الفنيه كانت على مستوى عالي، واجمالي التقييم النهائي من 10 8 من 10. وبعد كده جه محمد ابو خاطر اللي حتى هذه اللحظه اكتر حكم مصري شارك في الدوري المصري. مش جديد ده شويه، يعني اسبوعين يبقى في تواجد للحكم في 3 لقاءات. هو قد يكون انه مش حاسبين ان الحكم الخامس مشاركه، انما هو الحكم يعتبر الوحيد اللي لعب اسبوعين ورا بعض كحكم ساحه. طب هو كان خامس في مباراه ايه؟ بص بصراحه انا مش متذكر، بس هو الاعداد قال لي انه كان خامس في مباراه. انما كريم يا جماعه اللي موجودين، يعني كابتن سمير بيسلم عليكم وانا كمان بسلم عليكم. خامس في مباراه ايه؟ هو ادار النهارده لقاء النهارده لقاء الاسماعيلي مع بترو اسف لقاء بتروجيت. الاسماعيلي مع بتروجيت مظبوط، اسمه بتروجيت. وكان ادار لقاء الداخليه مع دجله. اللقاء الخامس كان لقاء ايه؟ اللي هو مكان حكم خامس بقى. أوكي. المهم بغض النظر برضو انه يلعب مباراتين ورا بعض، يلعب، لان قبل كده كابتن عصام فتاح قال السنه دي انا هلعب ب 30 حكم او 32 حكم. هو برضو زي المدير الفني شايف الحكام اللي ينجحون المسابقه يلعب، حتى لو يتكرر كل اسبوع، مع اعطاء الفرصه طبعا للحكام. بالظبط، لان انت لو جربت حكم جديد في حكم جديد لا هتعمل مشكله. ولو افتكرنا السنه اللي فاتت في بدايه المسابقه اما في حكم كان مستواه كويس بس المباراه لم يوفق فيها في مباراه الاهلي وطنطا، الاهلي وجيش أحمد حكم كويس بس لم يوفق في المباراه دي. الناس كلها لمته انه اداله فرصه بدري في مباراه في طرف الاهلي او طرف الزمالك. فالسنه دي بيلعب بسياسه جديده، ودي اعتقد دي السياسه الصح، انه يلعب بالحكام اللي يقدروا ينجحوه بالمسابقه حتى لو قررهم. محمد ابو خاطر خد 7.75، اوكي، ودي درجه طبعا كويسه في البدايه. عبد العزيز السيد من الحكام من منطقه الجيزه، ده حكم درجه اولى، لعب ماتش الانتاج والحرس، عمل مباراه برده كويسه، خد 7.5. وبعد كده محمد الصباحي، طبعا هي نقطه يعني علامه الاستفهام عندي بالنسبه للصباحي. الماتش ده بالنسبه له ماتش المستقبل والجيش، لازم يتفرج عليه كذا مره، لانه حكم يمتلك امكانيات عاليه جدا فنيه وبدنيه، بس الماتش ده هيبقى له مهم. انت مكافئه يعني مديله 2.75. انا ده في القرارات الفنيه من 4. تمام، اللياقه البدنيه 1.25، القرارات المؤثره من 3 1.5، درجه صعوبه المباراه ما كانش فيه درجه صعوبه مباراه عاليه. فمحمد صباحي انا مديله 5.5 من 10، وطبعا دي مباراه هتغير ان شاء الله، نشوف صباحي افضل، عاوزين نشوفه زي السنه اللي فاتت واللي قبلها، عشان وقع صباحي من الحكام اللي شالوا الدوري السنه اللي فاتت. فمباراه زي دي لازم طبعا تبقى نقطه بالنسبه له. بعد كده محمد معروف الحكم الدولي السيناوي، لعب ماتش الجونه والمصري وخد تقدير عام 7.70. وبعد كده جهاد جريش لعب ماتش الاهلي والاسماعيلي، خد 8.9. وبعد كده محمد عادل لعب ام بي وبريميز، خد 8.45. واخيرا احمد الغندور لعب مقصه وسموحه، خد 7.75. طيب افضل حكم من وجهه نظرك بقى يا كابتن سمير، كان بيتكلم على محمد ابو خاطر قبل ما يقول افضل حكم، كان بيتكلم على محمد ابو خاطر. كابتن محمد ابو خاطر حكم 3 لقاءات، او كان متواجد في 3 لقاءات: لقاء بتروجيت والاسماعيلي او الاسماعيلي وبتروجيت، ولقاء داخليه ووادي دجله. اللقاء الثالث يا جماعه كان مين؟ اللي هو كان حكم خامس، كان مباراه الزمالك مع الاتحاد. الزمالك والاتحاد،
الزمالك والاتحاد، كان حاكم خامس في مباراه الزمالك والاتحاد. حضرتك محضر لها فيديوهات كده بقى؟ اه بص احنا افضل حكم مين قبل الفيديوهات؟ يعني بص انا كلمه افضل حكم عشان اقدر احسبها بعد على الاقل اربع اسابيع. درجات بس كلهم درجاتهم درجات. كلهم درجاتهم قريبه يا كابتن، كلهم درجاتهم قريبه. طب ما انت مدي كابتن جهاد جريش اهو 8 و... بالظبط مدي 8.95 ومحمد قال 8.45 وامين يعني عمر 8. افضل حكم في المرحله الاولى او الجوله الاولى جهاد ممكن ياخدها عشان درجه صعوبه المباراه اللي لعبها. اوكي انا شايف ان امين عمر كبرت كان كويس. امين واخد 8 اه طبعا من الدرجات العاليه. طب اتفضل. طيب احنا بص الفتره اللي فاتت كان فيها جدل معين اللي خاص بماده التسلل هي ماده 11، فانا يعني دورت بعض الحاجات عشان هنتفرج عليها النهارده بالظبط بتاخد 3 دقائق وبعد كده هتسهل لنا الماموريه في بقيه الموسم. تمام دي هنا ماده التسلل هنتفرج عليها طبعا دي الاشاره. احنا اخر اهم حاجه يا كابتن بس بهدوء شويه ان يحتسب التسلل اهم حاجه الكره وموقف اللعيب ولازم يبقى مع اخر تاني مدافع طبعا. أوكي. كره زي دي فيها الثلاث شروط، الكره لسه هتتلعب من اللعيب اللي لابس احمر اللي في النص للعيب في موقف تسلل، لو راحت له في المنطقه المظلله دي بقى تسلل. ده طبعا الجون على طول مفيش مشكله، مفيش مشكله دي دي ده الحاجه البدائيه السهله. تمام بعد كده بقى نخش في اللقطات اللي بعدها. تمام ده هنا واحد بيلعب الكره عندنا في رقم واحد هو الحارس والسكند لاست ديفندر هو ده تاني اخر مدافع. بص يا كابتن الخط الاحمر ده اتعمل عشان يقول لك تاني اخر مدافع اللي هو السيرد باك اللي ورا مش حارس المرمى، عشان حارس المرمى بيعتبروه برده مدافع. أوكي. يبقى اول مدافع هو حارس المرمى، تاني مدافع اللي هو السيرد باك. هتلاقي الفرقه المهاجمه اللي هي الفرقه لابسه احمر لو لعيبه كره جات له خلاص واحرز من هدف مفيش مشكله. بعد كده بص بقى يا كابتن بقى اللاعب حارس المرمى اخر واحد احمر دلوقتي. برافو عليك بقى حارس بقى الثاني اول مدافع الجول. هو اللعيب وبعد كده ثاني مدافع هيبقى هو اللي قصاده. حارس المرمى في الحاله دي يا كابتن سيد بقى لعيب، بقى لعيب عادي مزمين. عشان في ناس مقتنعه ان حارس المرمى هو اخر واحد، لا اخر واحد والمدافع. عشان كده الاتحاد الدولي قال لك مش حارس مرمى، قال لك مع اخر ثاني مدافع. المدافع الاولاني اللي هو بيقف عند الخط بالظبط كده، او الحارس المتواجد في منطقه الحارس. برافو عليك اللي هو اخر واحد بقى في الملعب. أوكي. عشان بيقول لك اخر ثاني مدافع، اخر ثاني عندنا المدافع الاولاني اللي عند المرمى وبعد كده اللي قصاده هو الثاني. اوكي فهنا ده بيتعامل طبعا معامله هنا عاديه، طبعا هنا طبعا هتحتسب تسلل عشان هو كان سابق اخر ثاني مدافع. مظبوط. اه هنا بقى دي يا كابتن التسلل، التسلل عباره عن بوزيشن مكان وانفولفد ان اكتيف بلاي، يعني هو متواجد في الاكتيف بلاي المنطقه بتاعه اللعب. اما نلاقي الحاجتين دول هيبقى في عندنا حاله، الحاله دي هتبقى حاله تسلل او حاله بلاي اون استمر اللعب. دي القاعده الاساسيه اللي في التسلل. بعد كده ممكن نشوف بعض الفيديوهات الثانيه. نعم معاك يا مكتبي. بص يا كابتن تمام هنا الكره اتلعبت في المرمى، تمام ده لعيب في موقف تسلل، تمام دي الاكتيف اريا بلاي اللي هو موجود فيها منطقه اللعب الفعال او النشط. بص هنا كابتن سيد هيلعب هيعمل ايه اللعيب برغم انه مش هيلمسها. اتفضل يلعب اتفضل. بص هو رايح لها تمام، شوف عمل انه هيلعبها بايده. هنا شتت يا كابتن تركيز تماما حارس، تحسب اوفسايد تسلل برغم انه ايه ما لمسهاش او لعبها. هو لو ما اتحركش خالص ودخل الجول بالظبط، بس ما لو حضرتك قلت ايه لو ما اتحركش بالظبط، انما لو اتحرك خدت تشتت اللعيبه كلها. فهنا طبعا هتلاقي هو شتت الحارس كده خلاص بالظبط. بعد كده نلعب الكره دي. بص عندنا الابيض ده هو المهاجمين وفي عندنا ثلاثه تسلل. بص يا كابتن هنا بقى ده كمل 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 جول تمام، كمل اللعبه كمل. دي اتحسبت ولا لا؟ دي هنا اتحسبت. ليه؟ هو بعيد عن حارس المرمى ما خدش نظره. تمام مزبوط. تمام نشوف اللعبه اللي بعدها. اللي فاتت شبه دي بالظبط مع المقاولين العرب كلهم كلهم يعني طبعا كابتن مش عايز اقول بقى اسماء يعني في واحده اللي زي دي توأم دي توأم دي في المقاولين العرب. وايه اللي حصل؟ حسبها اوف سايد طبعا. دي عندنا في مصر السنه فاتت 2018 عندنا في مصر احنا في الجديد احنا في الجديد احنا ما تقلقش والله بره بيتحسب بره. لا شتت اصل هو خد من الزاويه اصل هو انا بقول يعني تعليم على قد في التحكيم. لا لا خالص انت انا بقول والله كده طالما هي في مساحه رؤيه كبيره جدا للحارس يبقى ما شتتشوش، مفيش تشتيت للحارس. معاك تماما في الجمله دي. اتفضل. بص ممكن نرجع بس قبل الكلام اللي كان مكتوب في الاول، الكلام المكتوب
ده جون هولندا آه. هولندا في كاس عالم ده بالظبط. اي بيقول لك اهم نقطه بقى في القصص دي ذا امبورتنت ثينج از وين ذا بول از باست، اما الكوره بتتلعب نوت وين ات ريسيفد، مش اما يستلمها. يعني اهم حاجه اما الكوره بيبقى فيها باس وهي بتتلعب اول ما مش ايه اثناء الريسيفد من الاستلام. وهنا الدليل الاستلام المهاجم يعني هنا الكوره عندنا اللعيب بتاع لابس اسود بتاع هولندا ده ما فيهوش مشكله تمام. هنا تحس انه في موقف تسلل بس هو جاي من موقف سليم هيلعبها سليمه ليه يا كابتن سيد؟ عشان اثناء الباس ما كانش في مشكله. اوكي تبقى واضحه لعب الكوره ما كانش تسلل بالظبط. ادي الباس هيتلعب اهو بالظبط اثناء لعب الكوره الباس هيلعب الكوره ما فيش حد عندنا في موقف تسلل تبقى الكوره ايه طبعا سليمه. اوكي اللي بعدها تمام. بص يا كابتن احنا عندنا واحد اهو الاحمر ده هو المهاجم واخر تاني مدافع اللي هو اللي يعتبر الثيرد باك في الاحمر اللي هناك ده جو اوف سايد. تمام تمام جول. برافو عليك بس نلعبها بقى اتفضل اوف سايد. طب طبعا طبعا اوف سايد عشان هو جاي ايه من التسلل تسلل. تمام شوف اللي بعدها اه مفيش تسلل هنا بيقول لك هنا مفيش تسلل اما اللعيب يبقى واقف ايه في منتصف ملعبه. أوكي. تمام او الكره جايه من زميله هنشوف الحالتين ورا بعض او من كورنر طبعا لو اول حاجه اللي هو في نص ملعبه زي دي مثلا بس كده. تمام بص ان ده جاي من نص ملعبه لعب الكره خلاص يعني عشان نشرحها بس ده نرجع تاني ده هو الحارس برافو الحارس طلع يلعب بدماغه لان دي كانت ضربه ثابته. تمام ده هو اخر لاعب في الملعب دلوقتي ما هو يعتبر رقم واحد بس هنا ما بقى فيش حاجه اسمها تاني ما فيش تاني مدافع ما فيش تاني مدافع في نص ملعبك. برافو عليك كابتن سكران الله يمسيه بالخير كان دايما معانا ده جميل سكران جميل جميل. بص يا كابتن يبقى دي اول واحده اهي اتلعبت ما فيش مشكله عشان العيب جاي من في نص الملعب ملعبه طالما في ملعبك ما فيش مشكله. دي بقى الكورنر الكورنر يتحسب منها هدف مباشره. بص يا كابتن مفيش تسلل خالص مفيش بالرغم ان في واحد المفروض الابيض ده جاي ايه مفترض مع اخر قبلت اخر تاني مدافع بس التسلل بس كورنر ما فيهوش ولا رميه التماس. مظبوط شوف رميه التماس برضو عشان برضو الناشئين الصغيرين برضو والمدربين بيتفرجوا يشوفوا عارفينها. بس كده بس نقف بقى لحظه واحده مين اللي بص لك بس الكره دي احنا كان عندنا من حوالي اربع خمس ايام لحظه واحده ما عندنا اربع خمس ايام ماتش الاهلي والاسماعيلي كره الجدل الرهيبه بتاعت نادي الاسماعيلي. احنا عندنا يا كابتن سيد بعد اذنك هنا عندنا الابيض ده المهاجم الفرقه اللابسه اسود ده المدافعين. هتلاقي المدافع يا كابتن طالع يلعب المدافع لابسين اسود طالع يلعب كوره بس طالع يلعب الكوره بالنسبه له يا فندم اتجاهه اتغير بالنسبه له بالظبط وعايز يلعب في حته راحت في حته بالظبط. شوف بقى راحت فين ودي مش قلشه يعني احنا قلنا الانحدار الانحراف قلشه او الارتداد هنشوف برضو الانحراف والارتداد ده مش ده ولا انحراف ولا ارتداد. نلعب نتفضل اللعبه. بص اللعيب اللي لابس اسود لعبها مظبوط راحت للعيب الخصم تمام هدف شكرا كله رفع ايده كله زعلان بس هو حسبها حسبها طبعا من لا على حسبها من 10 ل 10 اه كان بيلعب عندنا في الدوري لو جه هنا ممكن يعتزل يبطلوا زي ما بيجيش كده ايمن دجيش كان مدرسه بصراحه طبعا طبعا هنا اتلعبت يا كابتن. اوكي خلاص ممكن نشوف بعدها ممكن نقارن بقى بتاعه الاسماعيلي بقى اتفضل. طبعا لو سمير قدر يجيب بتاعه الاسماعيلي في لقطه يا سمراء في لقطه يعني شفتها النهارده الصبح بص وين ذا باس از نوت فروم ا تيم ميت بص حضرتك بص الاسمر لعبها اتفضل وده واحد وقت في موقف تسلل اه انا عايز اشوف حسني عبد ربه تحركه اساسا وحتى النيله بتاع الجسم اتفضل بص مثل حسني حاول طالما انه حاول وراح لها خلاص تبقى شبيهه اللقطه اللي على الشمال. طبعا اللقطه اللي عاملها سمير طبعا دي بصراحه متشكر عليه سلام ورب الناس بس تشوفها يعني سمرة رائع 100 رائع بصراحه هو جاي من اجازه فايق طب ما ياخد اجازه على طول بقى وكده ويجي 100 جاي من اجازه فايق 100 هو والتيم اللي معاه بصراحه يعني جابوا اللقطه دي ما شاء الله يعني من احسن اللقطات اللي جت بص حاول حسني حاول يلعبها حاول يلعبها خلاص بينا احنا جوه بقى بص كمل انت بتعيدها انت بتعيد كده انا عايزك قبل ما تيجي عند حسني شوف صدر حسني عامل ازاي يعني مايل بجسمه ازاي بقى هو يحاول يمتصها كده بس يا باشا
بص الوضع التشريح الجسم حسني عبد ربه عاوز حاول يلعب بالظبط كده يعني شايف الكره كويس بالظبط يعني شايف يبقى دي هي البيئه الجايه من الخصم شوف في واحده ثانيه ولا خلاص في واحده بتاعت الارتداد لو يقدر يجيبها بسرعه عندك يعني. واحده الارتداد جيبها برده طب عندك واحده الارتداد يا سمير معلش اللي هي اخر واحده يعني لان دي مهمه برده عشان نربط بالظبط دي واحده هنا بيرجعها قاصد للواحد المهاجم ادي الارتداد يا كابتن بص بيلعبها فجت في صدر مين المهاجم يعني بص هنا المدافع بيطلع وبص هو بيلوك اوف سايد اللي قبلها بعد اذنك على طول قبل ما يستلمها ماشي اوكي دي خلاص ده هو مرجعها بص هنا كابتن بيستلم تمام عاوز يدخلها جوه راحت جت في صدر اللعيب ده ارتداد هو اللي خبطها اوف سايد كتب لك اوف سايد اهو اوكي خلي بالك الماتيريال دي احنا جبناها يعني وسمير قبل ما نخش بحوالي ربع ساعه بس الناس فوق تعبوا النهارده حبيبي يا كابتن نورتنا يا كابتن حبيبي يا كابتن سعيد شكرا جزيلا شكرا جدا نتقابل بكره ان شاء الله الرحمن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نتقابل على خير ان شاء الله الرحمن باذن الله بكره الساعه 6 هنكون موعدنا ان شاء الله الرحمن وملعب الاهلي والاستعداد لمباراه الاهلي مع المصري باذن الله الساعه 6 تصبحوا على خير ونتقابل بكره ان شاء الله